بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم أعزائي مشاهدي قناة الأهلي في برنامجكم ملك كتابة. ومن الأحلام التي تحولت إلى كوابيس، ومن الكوابيس إلى الكثير من الكواليس، يعود إلينا اليوم الزميل العزيز شاهد العيان الذي سيضع كثيرا من النقاط على الحروف بدون مجاملة تعامل أو محاولة للتبرير أو محاولة للاتهام والتنظير. أهلا بك يا إبراهيم. أهلا بك يا باشمهندس، أهلا بك أعزائي المشاهدين، وموعد يتجدد معكم في حلقة الخميس من ملك وكتابة. حلقة مهمة، ومهمة لأنه الحقيقة جاية بعد فترة طويلة غبنا عن حضراتكم في شهر رمضان الكريم. كل سنة وأنتم طيبين. ثم مولد كأس العالم، مولد كأس العالم وما شهده من مشاركة منتخب مصر بكل ما حدث في هذه المشاركة والمباريات الثلاث، زي ما المهندس عدلي أشار بالكثير من الكوابيس اللي خرجت يمكن من عباءة استعداد كان عليه ملاحظات كتيرة جدا، اختيارات كانت عليها علامات استفهام. من اليوم الأول قلنا المركب في عرض البحر ولا يجب أن احنا نساهم في خرقها، ولكن يا عزيز إبراهيم فضل. حقيقة الأمر أن اغتيال الحلم بدأ مبكرا، إرهاصات اغتيال الفريق المصري معنويا لم تكن وليدة الأسبوعين الماضيين فقط، ولكن كان لها مقدمات كثيرة. وما حدث على أرض الواقع وشاهدناه هنا يوحي بأنها النتائج المنطقية لكل المقدمات التي سافر بها الفريق. ولكن هل ما ورد إلينا هو الحقيقة، أو الحقيقة المجردة، ولا احنا لما بنتضايق بنهيل التراب على كل شيء، ولما بننبسط بنبلع الزلط لكل شيء؟ عايزين الحقيقة في بعض النقاط يا أستاذ إبراهيم. شوف، هي الحقيقة اللي حصل ما كانش زي ما انت بتقول وليد اللحظة، ثم انه ربما ما كانش بحجم التهويل اللي كان وصل لنا الوهج الإعلامي بتاعه، لكن على أرض الواقع المقدمات كان من الطبيعي أن تقود إلى هذه النتائج. الصورة سلبية؟ الصورة سلبية. في فوضى؟ في فوضى. في كلام فارغ؟ في كلام فارغ. في أطراف مسؤولة وأطراف متهمة؟ في أطراف مسؤولة وأطراف متهمة. هي مين؟ مؤكد ده هنقوله بكل الوضوح في حلقة اليوم، لأنه خلاص منتخب مصر شارك في كأس العالم. قد لا تكون الاتهامات المتواترة حقيقية، لكن هناك اتهامات حقيقية، هناك اتهامات حقيقية أخرى لأطراف تانية. أطراف تانية وأسباب أخرى. بالضبط، عشان ما حدش يفلت بهذه الجريمة وهذا الجرم، لأنه ما عرفش ليه الناس مش عايزة تاخد بالها أنه يا جماعة كرة القدم ما عادتش لعبة. لما تشوفوا تأثيرها في المزاج الشعبي العام تدركوا حقيقة وقيمة هذه اللعبة. لما تشوفوا إزاي تحولت إلى صناعة كبرى مؤثرة جدا تعرفوا إن ما عادتش لعبة. لما تشوفوا الجماهير واقفة على أطرافها ومشدودة علشان منتخب وطنها، تقريبا الفرصة الوحيدة زي ما حتى علماء السياسة شايفين إنه مع اختفاء حالات الحروب وحتى الحروب الباردة اختفت لحد كبير، حالة السلام العام اللي بتسود العالم تخلي مثل هذه المنافسات الرياضية هي الفرصة الوحيدة لتأجيج وتحريك الصراع، الشعور الوطني، ومن ثم الصراع. شوف أستاذ إبراهيم، لما ترجع خالص للتاريخ الأولمبي، طيب لما تشوف الأفلام القديمة، كانت الحلبة الأرينة هي صراع العبيد ضد السادة، أيوه، يصل إلى حد الاقتتال حتى الموت. صحيح، الأسود مع العبيد. هو إذن الصراع، صراع الحلبة، هو صراع إنساني قديم اتلم حواليه الشعوب كلها. فالنهاردة زي ما أنت بتقول خلاص الدنيا بقت حروب ثقافية. بالظبط، أنا أخش في دماغك وما بعتلكش عسكري واحد أخلص عليك. بالظبط، فبقت دلوقتي انتقلت إلى نوع من الصراع السياسي الكروي اللي بيحاولوا بكل الطرق أن ينقوا بالرياضة عن السياسة، ولكنهم حتى الآن لم يفلحوا. رؤساء دول شفناهم بيهتموا إزاي، بيتقدروا إزاي، بيسعوا إزاي لإحتواء الانتصارات
وتكريم المنتصرين لتكريم أنفسهم قبل تكريم أي حد آخر. يعني اللي حصل ودي اللي هتديني كواليسها، ما حدش كان يتوقع أن في رئيس دولة ينتظر اللاعب 50 دقيقة في الملعب عشان أحكي لك على اللي حصل حتى في القصر الرئاسي. في القصر الرئاسي الشيشاني، اسمح لي الأول بس كده كلمتين أقولهم عشان أسمعك بعد كده وأتحاور معاك. اتفضل أستاذ إبراهيم. وإحنا رايحين الناس عمالة تتكلم مجموعة سهلة وفرص مصر والسعودية بإذن الله الاثنين يتأهلوا، ولكن ما كانتش ليها يعني على أرض الواقع الاثنين يتأهلوا للبطولة العربية تقصد؟ يعني إنما إحنا كان بالنسبة لنا وأنا كان بالنسبة لي المعركة الحقيقية هو مباراتنا مع السعودية. يعني التقييم الحقيقي الكروي للسعودية والمصر هو لقائهم مع بعض، اللي يفوز بيه يبقى عمل اللي عليه، اي نتيجة غير كده زيادة قد تؤهل احدهما. يعني تخيل لو مصر كانت اتعادلت مع اورجواي يمكن كانت تتأهلت لو غلبت السعودية، لو السعودية اتعادلت مع اورجواي يمكن كانت اتأهلت ولو انها كانت مغلوبة من روسيا 5. لكن انا بتكلم في ايه؟ ان احنا احلامنا دائما نطلق لها العنان وهو ما بقاش ليها اساس. لكن المهم ان حتى الاختبار الوحيد الذي كان منطقيا ان احنا نقيم انفسنا عليه جاء الاسوأ على الاطلاق، هو اسوأ مبارياتنا الثلاث. بدأنا معقول وفرحنا جدا وهم ابتدوا بانهيار، وبعدين يتماسك الفريق السعودي وينحدر الفريق المصري، ولكن مع هذا الانحدار في صخب جامد جدا جدا جدا. كل يوم تعرف ان الفريق ده يتم اغتياله معنويا على شتى المحاور، سواء من خلال اللاعبين او من الاداره او يعني حتى التحكيم. المره الوحيده اللي الحكم تشبث برايه جت على حساب مصر، ما راحش للفارو وغير رايه زي ما في ضربه الجزاء بتاعه المنتخب السعودي. لينا ضربه جزاء دايما احنا ننظر الى الامور كانها يعني احنا الحيطه المايله. فعلى كل حال انا حبيت اقول الكلمتين دول ليه؟ لان انا كنت نوهت الحلقه اللي طلعت لوحدي فيها ان الاختبار الحقيقي ماتش السعوديه اللي عملناه هيبقى يعني جيد او جيد جدا. فاذا بنا ضاد جيم، لانه ليست هزيمه مفاجاه ولكن هزيمه مستوى. الملعب ما فيش حد عايز يلعب، وكان رغبه او اراده الفوز او اراده تجاوز هذه المباراه كانت انت شادد الفتيل من المنتخب المصري. بداية هناك الكثير من الصخب والجدل، لماذا جروزني؟ بص خلاصتها علشان احنا لسه هندخل في قضية الاهلي واخباره قبل ما نفتح ملف كاس العالم. في كاس العالم الاهلي لم يكن حاضرا على الاطلاق، الاهلي بالمعنى الاداري التنظيمي الانضباط الروح كل قيم النادي الاهلي وسيستمه الاداري اللي كفل له هذا التفوق وهذا التميز اللي حتى المنتخب كان تملي يستفيد منه ما كانش حاضر. معسكر فيه فوضى، كواليس متباعه، اوض لاعبين مستباحه، الدنيا مفتوحه على البحري، كل ما كنت بتشوفه من ضوابط داخل المعسكرات مش موجود، كل ما كنت بتلمسه من روح عاليه في الاداء وقتال من اجل الفوز مش موجود، كل اللي انت بتشوفه من تواضع ان احنا ازاي نقدر حتى واحنا مغلوبين، احنا مغلوبين ازاي تحتفي وتحتفل وانت مهزوم من الاوروجواي لمجرد ان انت ما خسرتش كتير، انت بتحتفل بالهزيمه المخففه فلازم انت تستقبل النتيجه الثقيله بقى من روسيا ما دام انت احتفلت بالمخفف قبلت خلاص التقيل جاي. ثم لما تخسر الاثنين تنزل مباراه السعوديه وانت غير راغب في الفوز، ما دي اللي انا بقول لك ليه خلينا نأجل لوقته. أما وإنه الأهلي ما كانش حاضر في روسيا على الإطلاق، حتى لاعيبته اللي كانت موجودة كان بينقصهم الكتير من الروح والرغبة والحماس، تفاصيل كتيرة هجيلك عليها بمنتهى الوضوح والصراحة. لكن أخبار الأهلي شوف الأهلي طبعا أنت شفت تعثر أو تأخر أو البداية الصعبة للاستقرار على مدير فني إلى أن وفقنا الله في كارتيرون. مدرب كويس.
مستقبلة في الوسط الرياضي بشكل عام والوسط الأهلاوي بشكل خاص بكثير من الارتياح. كويس. الفريق راح عمل معسكر في اسكندرية معسكر تمهيدي شاف عدد كبير جدا من الناشئين وفي نهاية المعسكر اللي كان مقفول عليه بمعنى يعني تصور معسكر النادي الأهلي ده ها لو الأجواء دي كانت في روسيا كان بقينا أحسن كتير كنا قدرنا نركز ولكن ما تقدرش تاخد خبر من جوه يعني أكتر من مرة دلوقتي عايزين نتصل بحد هناك تنبيه ما حدش يطلع يتكلم إذن الأهلي ورقة غامضة ولكن غموض مريح غموض مش مقلق غموض بيشي بأن في شغل وفي جهد استطلاعات صغيرة كده واحد بيعملها اللعبة متفائلة اللعبة مبسوطة كويس متحمسة كويس يقدروا جدا أن المباراة الجاية حياة أو موت أو استمرار أو بتاعة أفريقيا تاون شيب البتسواني 17 و27 مش كده هو احتفظ بأربع ناشئين أحمد ياسر كريم ندفد مش عارف الجزار وأحمد حمدي وناصر ماهر وخد وعلى فكرة خد مجموعة من الناشئين لعبوا وظهروا كويس جدا يمكن أكتر واحد يعني قدر يلفت الانتباه قوي الجزار وده حاجة كويسة لكن هو دلوقتي بيعمل ايه بيستقر وبيركز على المجموعة اللي عايز يختار منها أفريقيا مبدئيا قريت انه هيستقر على ناصر ماهر وأحمد علاء ضروري ما هو الاثنين دول مهمين جدا لكن دعني أقول لك كلمة أيوه وأنا بتفرج في رمضان عرفت إن إحنا ليه في الأهلي خسرنا وليه مش متفائل قوي بكأس العالم وأنا بشوف المسابقات وأنا بشوف الإعلانات وأنا بشوف إن الناس دي قد كده كانت منشغلة في برامج يعني لما تطلع في برنامج مقالب متصور في التلج يعني مش في مصر يعني يعني اللعيبه دي سافرت الجهاز الفني ده سافر من شهرين ثلاثة فاتوا يعني في عز ما احنا كنا متصورين ان الدنيا مركزة في كاس مصر والبطولة الافريقية فلم اندهش في مارس تقريبا لم اندهش من حجم الاعلانات اللي ظهر فيها لاعبو الاهلي والمسؤولين في سواء في البرامج او في الاعلانات وبعدين يجي قبل كاس العالم تشوف كم الاعلانات اللي معموله لمنتخب مصر بما فيها لعيبه الاهلي وزملائهم طب الناس دي امتى كانت بتتكلم على كاس العالم امتى طب الناس دي للدرجه دي عدم الاحترافيه وصل ان احنا خلاص كده حلو نلم الغله كلنا بقى مع ان الغله الحقيقيه كانت هتيجي لو كنا كسبنا او كنا يعني المساله مش خساره ابراهيم المساله مساله انت هان عليك منتخبك وهان عليك اسم بلدك كده ازاي وانا عندما اتحدث لا اتحدث عن لاعب ولا اداري ولا رئيس اتحاد ولا اعلام اتحدث ايضا عن الشركات اللي هرولت تجر الناس دي وتستفيد منها وتستغلها مش ممكن ابدا ان احنا نشوف فلوس بتدفع على جنب كده للعيبه عشان تصور بموبايل فوق وجهها انا هناقشك لسه في كل الحاجات دي لكن انت سالتني انا ما كنتش مطمن يعني عرفت ليه الاهلي خسر وخفت ان الاجواء دي تؤثر على المنتخب فاذا بالمنتخب كمان يجود على ما حدث للأهلي بما حدث هناك من صخب وعملية لإجهاض الحلم يعني إحنا كلنا رايحين متشعبطين في محمد صلاح خلاص أولا بليغنا جدا في موضوع محمد صلاح وأنه هو من غيره الدنيا سودة ما كانش ينبغي يحدث هذا لكن حدث ولعيب مهم زي البرتغال
مثلا مع رونالدو، بس رونالدو ما بيروح بيعمل الفارق. لكن محمد صلاح لعب ماتشين جاب جولين، هنقدر نقول يعني بدرجة جيد، له جيد جدا وله أضعف من كده. لكن الفكرة كلها ماذا فعلنا في محمد صلاح من قبل ما يسافر؟ المهدرة والمنهدة والإعلانات والحقوق والخلافات ودخلنا في دوامة صراع. أنت عارف بيفكرني بإيه يا أستاذ إبراهيم؟ إحنا ليه دايما نغتال أبطالنا؟ ليه الإدارة أقوى في وهجها مش في تأثيرها؟ والمفروض الإدارة تبقى أقوى حاجة في المنظومة، أقوى في إيه؟ إنها تنظم العملية لكن لا تنافس اللاعبين. بيذكرني بالظبط بالحلم بتاع إيهاب عبد الحميد بتاع الرمح. إيهاب عبد الحميد اسمه؟ إيهاب لا مش إيهاب عبد الحميد، إيهاب عبد الرحمن. عبد الرحمن إيهاب عبد الرحمن. شوف إحنا قعدنا لحد قبل الدورة بشهر وإحنا بنمني نفسنا ومصر كلها بتتابع هذا، مش علقين في رمحه. مش علقين في رمحه. وإذا به يتم اغتياله إيه؟ بأيدي مصرية. الاختبار تم في مصر عن طريق لجنتنا الأولمبية. الاغتيال كان مصريا ونتيجة خلافات إدارية ضيقة يجهض الحلم. نفس الشيء حصل مع محمد صلاح. لا محمد صلاح الوضع مختلف، وليس من رأى كمن سمع، بس هاجي لك عليه. طيب الأهلي النهاردة أدى مران جاد في ملعب مختار التتش، خلاله أصيب أحمد الشيخ. أحمد الشيخ راجع بحالة كويسة مش كده؟ طب ما أصيبها لا يعني راجع بعد الإعارة منه. كانوا مبسوطين منه في المعسكر هو ومؤمن زكريا ونصر ماهر. في صفقات تانية جاية؟ كمل انت جاي تتشطر عليا. انت اتشطرت على الروس. طيب احمد الشيخ خرج من التمرين النهارده مصاب، والدكتور خالد محمود ريحه علشان يبدا يشوف بكره ان شاء الله الاصابه الخفيفه بكدنا في القدم فيها ايه بالظبط. وحسام عاشور كمان بيأدي بعض التدريبات التاهيليه مع الدكتور خالد، وباسم علي ايضا تحت التاهيل، والثلاثه ان شاء الله يكونوا جاهزين للمرحله اللي جايه. بس النقطه المهمه ان الاهلي بيفرض حظر اعلامي على كل لاعبته من الان وحتى الانتهاء. حتى مش عارفين يجي محمد يوسف بقى تاني حلقه اهو، حظر نفسه لغايه مباراه العوده مع تاونشيب البتسواني في الجوله الرابعه لدوري ابطال افريقيا، المباراتين يوم 17 و 27 7 ان شاء الله. فمحمد يوسف بصفته القائم باعمال مدير الكوره عمل حظر اعلامي على كل اللعيبه عشان يركزوا فقط في المباراتين. وهيعمل مؤتمر صحفي مسيو باتريس كارتيرون المدير الفني يوم الاحد الساعه 12 ظهرا في النادي علشان يعلن عن خطته للفتره اللي جايه. يمكن حتى ما كانش هو تم تقديمه لوسائل الاعلام بعد التعاقد معاه. هيحضر هو والكابتن محمد يوسف المدرب العام القائم باعمال مدير الكره وبقيه تشكيل الجهاز. لو حضراتكم فاكرينه كابتن محمد يوسف مدرب عام وقائم باعمال مدير الكره، كابتن سامي قمصان مدربا، والكابتن مصطفى كمال مدربا لحراس المرمى، ومايكل ليندمان مدرب للاحمال البدنيه. وده كانت عودته مكسب الحقيقه كويس، كان مطلب مهم. وبيساعده في تدريبات الاحمال البدنيه حسين عبد الدايم ومحلل الاداء وسام صفوت، المهندس سمير عدل المدير الإداري، والدكتور خالد محمود رئيس الجهاز الطبي، وأحمد حسن المترجم الخاص لكارديرون. الكابتن محمد يوسف كمان بيوضح برنامج الأهلي في المعسكر الخارجي، لا يسافر لهذا المعسكر في أوكرانيا مش كده يوم 2/7. وقال يوسف أنه تم الانتهاء من 90% من برنامج الإعداد الخارجي، وأنه هيلعب خلاله مباراتين مهمتين حتى الآن لم يكشف عنهما. يوسف بيعدد مكاسب الأهلي من المباراة الودية اللي انت أشرت إليها مع فاركو اللي انتهت 3-1، سجل صلاح محسن وإسلام محارب ووليد سليمان، وقال إنه الجهاز الفني استفاد كتير في رؤيته للعيبة من هذه المباراة. بعد المعسكر اللي استمر 8 ايام في الإسكندرية كان في حالة من التركيز على الشغل البدني بجانب الشغل الفني، وقال يوسف ان كل اللعيبة ظهرت بشكل جيد في هذه المباراة، وانه تقريبا باتريس كارتيرون
تكون رؤية عامة أو صورة متكاملة عن كل العناصر. ده فيما يخص الكرة، وأعتقد بهذا الشكل تكون الأمور بتتضح أكتر فأكتر يا باشمهندس. لحد ما تعمل الماتشين بتوع أفريقيا إيدك على قلبك، أول ما تعديهم بخير نبتدي بقى إيه؟ والمفروض في اجازه بقى للاعيبه الدوليين اللي راجعوا مع المنتخب وهينضموا بعد كده. هينضموا طبعا الله يكون في عونهم. ازاي نطلعهم؟ هياخدوا فتره راحه كافيه لا، وكمان الـ 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 يعني الـ الـ الراحه المعنويه والنفسيه هي الاصعب يعني. يعني كل اللي حصل ده هم شظايا بتيجي فيهم برضه. ما اظنش. ما انت قلت اهو. لا تظنش تبقى، لا ده لازم تظن والنبي اعمل معروف. يعني لو كان اي اظن، لا لا مش فارق تبقى مشكله. اي اظن، لا اللعيبه يعني انا مش عايز احرق الكلام لكنه هجي لك بالتفصيل. خليني في الشق الاداري المهم. ولا يفتى ومالك في المدينه، اللجنه الخاصه بوضع لائحه النظام الاساسي للنادي قعد معاها الكابتن الخطيب، سمع منهم بعض التصورات وبدأت المناقشات. انت عارف اللجنة فيها الأستاذ العمري فاروق نائب رئيس النادي، وفيها المستشار محمود فهمي الخبير القانوني الكبير، ومن أعضاء المجلس الحالي الأستاذ إبراهيم الكفراوي والأستاذ طارق أنديل والأستاذ محمد الجرحي والأستاذ محمد مرجاني المدير التنفيذي، بالإضافة للمستشار العلمي محمد فتحي وحازم هلال مقرر اللجنة، وطبعا المستشار حلمي عبد الرازق. هذه اللجنة مستمرة. أنت كواحد من الأعضاء المهمين، دي لقطة من جانب الاجتماع. هذه اللجنة. إيه اللي أنت شايف لائحة النظام الأساسي في النادي الأهلي يجب أن تتضمنه؟ تنظيم. أيوة. منح الرئاسة الشرفية. تبقى عن طريق الجمعية العمومية. حلو قوي. تنظيم. منح الرئاسة الشرفية تبقى عن طريق أو العضوية الشرفية، يعني المناصب الشرفية لابد من اعتماد الجمعية العمومية. تمام. عشان يعني لا تترك لأي ظرف. نمرة اتنين. اتكلمت معاهم في المقترح؟ لا لا ده؟ أنا ما اتكلمتش في حاجة. طب أديك بتقول. أنا بقول. كل الثغرات اللي كانت في النظام الأساسي المقترح الذي لم يكتب له أن يمرر مع المجلس السابق يجب تفاديه. أن تكون الجمعية العمومية أيضا صاحبة الكلمة العليا في أي أنشطة استثمارية. يعني لا يليق أو لا يقبل أو غير مقبول أن يكون حصة النادي الأهلي أقل من 51% في أي شركة خاصة بالاستثمارات في النادي الأهلي، سواء الاستثمار بمعنى الواسع ملابس رياضية أو مش عارف إيه، أو الاستثمار في فرقك الرياضي. في نصابها وما يبقاش فيه خطوره على النادي الاهلي مستقبلا. وانا يعني قلت احنا ده كان موقفنا الثابت وخلافنا الواضح المؤكد مع اللائحه القديمه. وان احنا ايضا بنطلب أن تطرح أو يطرح مشروع هذه اللائحة للحوار المجتمعي قبل طرحه على الجمعية العمومية لاعتماده. حتى نتفادى جميع، على فكرة الدكتور سعد شلبي موجود في اللجنة دي خاص بالجانب الاستثماري، وده يطمئن. طبعا ده يطمئن. صحيح. فأرجو أن احنا المرة دي نعمل لائحة فيها كل يعني تعالج كل الأخطاء اللي احنا مرينا بيها قبل كده. لان لائحه النظام الاساسي للنادي الاهلي لن تبقى هي النموذج الذي يقاس عليه في كل الهيئات الرياضيه. يبقى في بند الثمان سنين ولا لا؟ انا بند الثمان سنين ما عنديش مشكله معاه خالص خالص. بالعكس. لكن زي ما بقول لك ولا بد من التاكيد ان المقر الرسمي الرئيسي هو النادي الاهلي بالجزيره. مفيش حاجة اسمها نعمل انتخابات في كل مكان. مش معقول احنا في ظل التطور التكنولوجي الهائل ده نقعد نتقول ايه والمئات الالوف اللي هتيجي بعد كده. ده لازم نميكن عملية التصويت. بالظبط. الحل في الميكان، لكن ان نخرج من رمزية النادي الاهلي
وان هو ده المقر الرئيسي بتاعه تاريخه، الحفاظ على تقاليد النادي الاهلي هي اهم ما يمكن ان نحارب من اجله في الوقت الراهن. لا يوجد لك غير جماهيرك وتقاليدك وتاريخك، خلاص ما بقاش فيه واضحه. انت رهانك الاكبر لازم يكون التمسك بقيمك، تمسك. انت عارف مشكله منتخب مصر ايه؟ هو كان بلا تقاليد. بلا تقاليد، مفيش تقاليد للمعسكر ده. مفيش حاجات قيم، او يعني ما سحبتش من الدولاب نظام تقول هعمله في المعسكر ده. الامور كانت متروكه. متروكه للحظه تتحل ازاي؟ انا هنا على فكره مش حابب فكره ان احنا نلقي الاتهامات وندور على حد وهو ده المسؤول ويلا بقى كلنا عليه. لكن عايزين نخرج من التجارب اللي احنا خضناها دي بفائد، لانك لو مشيت بنفس الطريقه هتحصل على نفس النتائج. انت قلت لي اينشتاين قال لك ايه؟ ازاي تمشي في نفس الطريق بنفس الاليه وبنفس الطريقه وتحصل على نتيجه وبعدين عايز تكررها وتاخد نتيجه مختلفه؟ مستحيل. اذا لابد من تفكير. اذا كان التفكير ياتي بتغيير الافراد ها فليكن. اذا كان التفكير ياتي بتغيير الافراد لتفكيرهم وده صعب شويه فليكن. لكن عمليه الخلط الشديده جدا، الاوراق مختلطه جدا يا استاذ ابراهيم. اعلام في مسؤوليه، لا يمكن ان يكون المراقب هو المنفذ او المنفذ هو المراقب. الاعلام له دور رقابي، ما ينفعش يبقى موجود في دولاب الادارات الرياضيه خالص، يجب الفصل تماما. اقعدوا مجلس الشعب في مجلس الشعب عشان يراقب، ما يبقاش له دور في الجهاز التنفيذي. مين يراقب مين يا استاذ ابراهيم؟ فكلنا نتمنى ان احنا نصل الى شيء بجد عشان بلدنا والله تستحق وتملك انها تكون كويسه جدا. خد بالك يعني احنا في صخب المونديال وغضب كاس العالم وخروج منتخب مصر ومش مقدرين الرياضيين اللي في الالعاب البحر المتوسط. تصور النهارده ميداليات مصر وصلت ل 38 ميداليه، فيهم 14 ذهب و14 برونز و10 فضيات. اخر الذهب النهارده ميداليه مهمه جدا فازت بيها دينا مشرف بطله النادي الاهلي وبطله مصر وافريقيا في تنس الطاوله، فازت على لاعبه صينيه مجنسه من موناكو، فازت عليها 4-1 وخدت دينا مشرف الميداليه الذهبيه. مبروك ليها، مبروك لمصر، مبروك للنادي الاهلي، مبروك للبعثه. صحيح. الحقيقه يعني في حاجات جميله، رغم ان البعثه المره دي اصغر من المره اللي فاتت، لكن ما زالت تحصد الميداليات. نتمنى ان شاء الله ليها التوفيق زي ما نتمنى من طب الاعلام. طب انا مش فاهم مثلا هي البعثه دي احنا ما بنشوفلهاش شغل ليه في مصر؟ فين الاعلام؟ شوف اللجنه الاولمبيه قصرت، هي اللي ما اهتمتش طيب يكون في تمثيل اعلامي معاها. كنت بقول لك واحنا جايين انه من ضمن الحاجات اللي انا اسعدتني الحقيقه وانا بره وبتابع الاخبار النادي الاهلي تشكيل قطاع الناشئين. وحتى كنت بقول لك انا تفائلت من نوعيه الاسماء اللي موجوده على راس الفرق المختلفه في قطاع الناشئين، انه يرجع واحد زي هاني رمزي ابن هذا القطاع يبقى واحد من المسؤولين في الاداره الفنيه فيه. ده فكر جديد كويس جدا ان انت تلاقي المديرين الفنيين لكل فرق النادي اسماء ونجوم تقال عندهم خبرات تدريبيه جيده جدا. دي نقله مهمه جدا ان يبقى في اهتمام باكبر عدد من الفرق بدل الدمج، فده حرص على ان احنا نوسع القاعده بحيث ثرواتنا عمالين نوزعها بدري. فينظر الاهلي الى هذا الكنز نظره اهتمام حقيقي. دي مساله الحقيقه كانت خطوه جيده من لجنه الكوره على طريق تصويب خاصه يا استاذ ابراهيم. ايه بقى دلوقتي انت داخل على اسعار لا قبل لك بها. داخل على معركه لا يعلم مداها الا الله. فانت لازم قوتك تبقى الذاتيه وترمم بيها من بره بالظبط. لكن حتى واحنا بنتابع هذا التشكيل اللي اسعدنا عرفنا ان واحد زي كابتن ياسر ريان اعتذر عن عدم الاستمرار. ليه؟ ما تساله يا كابتن ياسر. اهلا بيك يا باشمهندس سعاد. اهلا يا ياسر، ازيك؟ عامل ايه يا كابتن عادل؟ كل سنه وحضرتك طيب والسلام يا استاذ ابراهيم. عامل مشاكل ايه يا ياسر؟ صحتك الحمد لله. طيب انت طيب. بس حبيت اعمل انا مداخله
عشان اشكر طبعا لجنه الكره ومجلس اداره النادي الاهلي على ثقته فيا وثقته بزمايلنا زي ما حضرتك اتفضلت واتكلمت على النجوم اللي موجوده. بس انت عارف احنا بنمثل النادي الاهلي بره المنظومه، وده حاجه بتسعدنا احنا كابناء من النادي الاهلي بنمثل او بنمسك فيها. انا الحمد لله موجود في فرقه سيدي سالم دي، ممتاز بيه مجموعه بحري، ودي خطوه بالنسبه لي الحمد لله خطوه كويسه جدا هتفرق معايا انا على المستوى الشخصي. تمام. وفي نفس الوقت برضو انا متصل عشان بامانه بشكر الكابتن فتحي مبروك شكر كبير جدا، وخاصه اول مره في حياتنا من ساعه ما اعتزلنا الكره اللي مدير قطاع ناشئين او مدير قطاع عندنا يتصل بنا شخصيا وحابب ان احنا نبقى موجودين. فطبعا دي اول مره تحصل لنا بامانه، انا بكلمك بامانه يعني. لا انا شايف كلكم موجودين في التشكيل بشكل كويس جدا، لكن انت برضو ارتباطك بعملك في فريق سيدي سالم. انت دلوقتي المدير الفني، ها؟ المدير الفني، ودي خطوه جديده في حياتك يعني. الحمد لله. وفي نفس الوقت هلال برضو انت عارف معانا سياده المحافظ هنا السيد نصر، طبعا محب للرياضه بشكل عام ومحب لكره القدم بصفه خاصه، حاجه تفرح وسعيد جدا بالتجربه دي في نادي سيدي سالم. النادي سيدي سالم موجود في محافظه كفر الشيخ، مركز من المراكز. الحمد لله احنا نتنامل ان انا اعمل حاجه كويسه، برضو طول ما احنا موجودين بره ابناء النادي الاهلي بتبقى حاجه تشرفنا وحاجه بتسعدنا، وبنحول منظومه النادي الاهلي لدي الانديه اخرى، فكل ده بيساعدنا اللي احنا الحمد لله سواء منضبطين او ملتزمين او بنحاول نوصل صوره النادي الاهلي بشكل كويس الحمد لله يعني. كل التوفيق يا كابتن ياسر ليك، وانت في القلب من النادي الاهلي، وبعدين انت سايب لنا مندوب فوق العاده، ابنك الموهوب اللي ربنا يكرمه باذن الله ان شاء الله يا باشمهندس. ومره ثانيه بشكر لجنه الكوره وبشكر الكابتن فتحي مبروك مره ثانيه ان شاء الله، وان شاء الله النادي الاهلي يفرحنا زي ما هو بيفرحنا على طول ان شاء الله، ودي حاجه بتسعدنا ان شاء الله باذن الله. شكرا يا ياسر، وكل التوفيق ليك دايما ان شاء الله. شكرا جزيلا للكابتن ياسر ريان، اعتقد وضح موقفه انه بعد ما كان شمل وتشكيل قطاع الناشئين كمدير فني لاحد الفرق، هو عنده عقد وعنده ارتباط بنادي في كفر. والله انا بشجع برضه انتشار مدربي النادي طبعًا الاهلي طبعًا، لان الحقيقه بينقلوا ثقافه مختلفه وعاملين شغل كويس في كل حته في امه فيه وينمي خبراته. اه طيب، ده كان عن الاهلي. ايه اللي حصل في الشيشان؟ لماذا تاه محمد صلاح؟ ومين المسؤول عن الهزايم الثلاثه؟ بعد الفاصل. يمكن استاذ ابراهيم قبل ما يعلق لنا عن مشاهداته هناك والحقائق على ارض الواقع، لابد الاول نشوف المؤتمر الصحفي الذي صارع اتحاد الكره ورئيسه المهندس هاني بريده بعقده يمكن فور الوصول او تاني يوم من الوصول. مش دايما الامور يعني بتجيب النتيجه اللي الانسان بيتوقعها، لان المؤتمر اتى بنتيجه عكسيه كما تابعنا من خلال وسائل الاعلام المختلفه، سواء في طريقه اخراج المؤتمر او ادارته او حتى المحتوى والمضمون وما حدث فيه من احداث. فالاول انا عايزك تتابع معايا بعض المشاهد من هذا المؤتمر، لان قد تكون في اسئله او ملاحظات انت عايز تجاوب عليها من خلال ما تشاهده من هذه الوقائع. تعال الاول نشوف المهندس ابو ريده فيديو ليف بيقول ايه في هذا المؤتمر. انا بقول اتحاد الكره المصري مستعد لجميع الجهات الرقابيه انها تشوف كل ما صرف، وخاصه فيما اثير في موضوع التذاكر اللي انا بشيد بلجنه اللي كانت مشكله لموضوع التذاكر بشيد بيهم، بحترمهم جدا على الاداء المشرف اللي قاموا بيه، واي سؤال فيما يخص هذه المساله من الان الجهه الرقابيه اللي تيجي تشوف الاوراق الخاصه بالتذاكر، لان كل الكلام اللي بيقال ليس له اي اساس من الصحه. اللي بيوصل اتحاد الكره المصري يستلمها في ايده لكل مباراه 1050 تذكره،
كل تذكرة لها قيمة محددة، وكل واحد خد تذكرة اسمه عليها، وهذه الكشوف موجودة ومستعدين من أول يوم من النهاردة. من النهاردة الناس بيقول لك هنعمل مؤتمر صحف أول يوم، أيوه نعمل مؤتمر صحف لأن الأوراق موجودة. وليس وأنا لما بتكلم في النهاردة إن الاستقالة وعدم الاستقالة وفي كلام على هزيمة مالية لا أقبله إطلاقا، ولا أي حد من زملائي يقبله، لأن كل ما قدم ناس قدمت مجهود كبير جدا وما خدتش زي قلت زي ما حضرتك من الدولة مليم، بالعكس قدرت إنها توفر كل الوسائل اللي تتيح للمنتخب الاستعداد الجيد وإنه يوصل كأس العالم. فأنا برحب بجميع الجهات الرقابية تراجع كل مليم وكل ورقة للاتحاد المصري. يمكن أول نقطة أتكلم فيها المهندس هاني أبو ريدة ويستشعر أنه ليس من العدل أو المناسب أن يتطولهم اتهامات في ذمتهم المالية، وأنا دايما أؤيد أن طبعا نبعد عن الشخصنة والاتهامات الجزفية، ولكن التذاكر كان فيها مشكلة يا أستاذ إبراهيم. طيب شوف، أنا هاخد من كلام المهندس هاني جزئية مناجدته للجهات الرقابية، تعالوا حاسبوني. وهنا في وزير الشباب والرياضة جديد أستاذ أشرف صبحي. أشرف صبحي بعت لجنة من عندك تيجي تتثبت وتتيقن التبرعات اللي جات للنادي الأهلي من السيد تركي آل الشيخ كيف صرفت ومنافذها وحجمها. كنت بتكلم انا وانت واحنا جايين انه الناس اللي هتفضل دايما تتكلم النادي الاهلي خد، انتوا مش عايزين تاخدوا بالكم انه عدد كبير او الحصه الاكبر ولعلها الاعظم من هذه التبرعات نظير مش احتراف لاعبين وانتقالات لاعبين. انت خدت لعيبه انتقلت للدوري السعودي معارين او غيره. هنا انا اتمنى على هذا الوزير الجديد المهندس اشرف صبحي او الدكتور اشرف صبحي المسارعة بتفعيل دور هذه الجهات الرقابية احتراما للزمم المالية. أنا نشدته وقلت له والنبي ما تسيبها تحل نفسها. بالضبط، احتراما للزمم المالية اللي المهندس هاني أبو ريدة اتكلم عليها، وإلى نقاء هذا المجلس اللي واقف يصطف يستقبله مجلس إدارة النادي الأهلي اللي عمال يستقبل كل الاتهامات والمعايرات الغريبة جدا من ناس على هذه التبرعات. لا يا سيدي، خلينا نكون مش يعني نكون فاعلين شوية في حتة الدور الرقابي. عندك أجهزة تفتيش مالي وإداري ورقابي في الوزارة تشتغل، تيجي النادي الأهلي وعلى وجه السرعة تيجي النادي الأهلي وتراجع، يا إما تبرأ هذا المجلس وتشكره فما حدش يفتح لسانه تاني، أو تدينه فيبقى مسؤول عن أخطائه. ونفس الأمر اللي أشار إليه هاني أبو ريدة نفس الحكاية. أنتوا النهاردة بتتكلموا في التذاكر، موضوع التذاكر يا باشمهندس احنا عندنا باد هيستوري او تاريخ سيء قوي او ذكرى سيئه جدا في كل حاجه تتنظم في اتحاد الكوره فيها تذاكر يبقى في بيع. ومحدش سال هو التذاكر دي جايه ازاي. الاتحاد الدولي من فتره بعيده جدا، اولا في شريحتين في التذاكر، في حصه ارسلت لكل اتحاد مشارك فريقه في كاس العالم عليه ان هو ينظم بيعها. التذاكر كانت موجوده هنا للمباريات الثلاثه، في شباب حجزوا التذاكر من الاتحاد المصري وسجلوا اسمائهم واخدوها وراحوا حضروا الماتشات. في حصه مخصصه زي ما قال لك 1050 تذكره، 700 تذكره لكل مباراه تقريبا كانت ما اتباعتش. طب ما اتباعتش تعمل ايه؟ عليك ان انت تسلمهم للاتحاد الدولي قبل المباراه بثلاث ايام وهو يطرحها للسوق العام بحصه أو بنسبة مخفضة بالنسبة له. فأنت التذاكر بتاعتك تقريبا الإقبال كان كبير على مباراة مصر وروسيا. مباراتين مصر والسعودية ومصر والأوروجواي كان الإقبال من مصر هنا قليل عليهم. خدوا التذاكر معاهم. راحت التذاكر تتباع هناك، ما هو لازم تبيعها. يقول لك إحنا شفنا ناس قدام فندق المنتخب بتبيع التذاكر. أيوه ما هو تبيع التذاكر. ومين قال لك مش هيبيع؟ ما هو التذاكر هترجع ببلاش. أو مصر هتفقد حصتها. لكن الكلام اللي اشترى من اتحاد الكورة تذكرة بأكتر من سعرها لازم يبلغ عنه. إنما يفرق إن أنا واحد يشتري تذكرة ب 105 دولار أو 165 دولار، كان في ثلاث فئات.
ومش هيروح ويلاقي واحد جاي عايز ياخدها ب 200 دولار فيديهم له، فيقول لك التذاكر في السوق السوداء من مين اصله. الشائعات كانت وصلت لحته نكته اتكتب شهد ابن احمد مجاهد علشان الذكرى السيئه فيما يخص تذاكر المباريات قابلة لاي اشاعات. عشان كده انا مع هاني ابو ريده جدا في جزئيه لابد من تفعيل عمل الجهات الرقابيه. هو التذاكر يمكن في شق تاني بقى. الفيفا كان مدي في شهر يناير الاحقيه لكل منتخب مشارك في تذاكر مجانيه لاصدقاء اللاعبين والشخصيات العامه ومن يدعوهم الجهاز والاتحاد الكوره في عدد معين، بس بشرط انت بتدعو عدل القيع عشان يروح يحضر ماتش مصر روسيا، سجل اسمه وبياناته. فهذه التذكره صادره باسم المهندس عدل القيعي. مش هيدخل بيها الا اذا اثبت ان هو فعلا هذا الشخص. فدي مساله حتى ما يقدرش يبيعها. دي مسماه. ودي تم حجزها من شهر يناير اللي فات. فبالتالي ده جزء. الجزء الثاني بتاع التذاكر المطروحه للجمهور. اذا كان الامر في هذا الاتهام انا مع هاني ابو ريده في ضروره تفعيل دور الجهات الرقابيه، واتمنى المهندس خالد عبد العزيز كان وزير سياسي بيسيبها، كان في امور كتيره جدا بيحلها حل سياسي. اتمنى انه الدكتور اشرف صبحي فعل هذا الدور الرقابي، وبرضه بدون اي اعتبار لسين او صاد، اما ان تبرئ مجلس اداره النادي الاهلي من كل هذه التطاولات المسيئه، واما ان تدين مجلس اداره النادي الاهلي بفعل هذه الافعال، اما ان تبرئ اتحاد الكره واما ان تدين اتحاد الكره. لكن ترك الامور للتشويه والتلويح والمعايرات والكلام الفارغ ما بيخدمش حتى الصوره العامه. لا ما بيخدمش، لا ده جزء من الشوشره على المنتخب طبعا. لا، وجزء من النيل من الزمن. بيتساوى بقى الحرامي بالنظيف، بيتساوى المجرم المتستر القابض العامل باللي شغال بشكل جيد. اذا الحل في تفعيل مصارعه الجهات الرقابيه في انها تقوم بدورها. تعرف يا باشمهندس لما تفعل دور الجهات الرقابيه الحرام هيفكر ثلاث مرات. اي نادي او اي اتحاد او اي جهه رياضيه هيبقى فيها اي مساس بالمال العام اللي هيخدم على ده هيبقى فاهم ان في عيون متفتحه هتيجي تفتش. فعلى الاقل هو اجراء رادع. اتمنى ان هي طيب. يكون من سياسات عمل الدكتور اشرف صبحي. دي ما يخص التذاكر وقصتها. دي بالنسبه للفقره دي. في خلال هذا المؤتمر ايضا حدث اشتباك وانفعل الكابتن مجدي عبد الغني بناء على ملاحظات او اسئله او اتهامات من بعض الاعلاميين او الحاضرين، ها، فيما يتعلق بمشكلته قبل السفر، ان هو عمل مشكله عشان اللبس وراح وخد اللبس والكلام ده. طيب. نشوفها الاول وبعدين تعلق عليها. اوكي. بس على ان انا لا انا ضربت حد ولا انا سرقت لبس عشان الكلام ده كان كلام واضح من حضرتك. الله. طبعا. الله. انتوا هنا. كابتن مجدي انا قلت انا وضحت. ولا ليه اسره وليه اولاد. صح. ايه الكلام ده؟ الكلام ده كله بالذنب يا كابتن مجدي. زي ما قلت ده مجدي. انا قلت الموضوع كان في قرار اداري فقط، وقلت ان مجدي كان مستعجل، انما احنا كاتحاد كوره لم يصدر مننا اي بيان في اساءه لكابتن مجدي، والكلام ده واضح، واتحدى اذا كان في حد مننا تكلم في هذه المساله. انا زي ما قلت لحضرتك، انا زي ما انا كان كلام واضح، أنا كلامي كان واضح جدا، قلت الكابتن مجدي عبد الغني راح بنفسه ياخد الاسم بتاعه في المخزن، مع دخل جوه أوضة المخازن. هذا الكلام أنا اعتبرته غير مقبول، وأنا قلت له هذا الكلام. ده ما بيقولش إنه بقى حرامي، ما حصلش مننا هذا الكلام. أنا بهدد إن أنا لو ما اخترعش لا ما حصل. وهو كابتن مجدي، ما كابتن مجدي مين قال إن هو بقى نائب رئيس البعثة؟ أنا صحفي أوضح فيه إيه اللي حصل. لان ما كانش الوقت مناسب ولا كان في وقت مناسب.
شوف يا باشمهندس، هذا الاشتباك اللفظي سببه ايه؟ قبل المنتخب ما يسافر، هاني ابو ريده رئيس للبعثه، لكن في بعض الايام، اول اربع ايام تقريبا او خمس ايام من وجود البعثه في الشيشان، هيكون موجود في اجتماعات الجمعيه العموميه بتاعت الاتحاد الدولي، فبالتالي مطلوب حد ينوب عنه في رئاسه البعثه. عنده معظم الاعضاء مسافرين، فهو اختار مجدي عبد الغني. وما كانش صدر قرار من مجلس الاداره بتعيين مجدي عبد الغني، هي اتقالت من هاني كده بق. فبالتالي مجدي عبد الغني رئيس للبعثه في حاله عدم وجود هاني ابو ريده. اللي حصل انه مجدي عبد الغني الراجل عايز لبس رياضي علشان يحضر او يسافر بيه، فراح مقر الهدف بتاع اتحاد الكوره. قال ان انا سالت الراجل عشان اخد مقاسي، حصل بعض الكلام، حتى ما لقيتش مقاسي، خدت حاجات مكان. في كل الاحوال ديت اتحاد الكوره شاف ان في مشكله حصلت، والكلام اللي صدر ساعتها عنهم انه حصل اعتداء، مجدي عبد الغني قال ما حصلش اعتداء. لكن ده بيقودني لحاجه، لماذا لا نحترم الراي العام؟ لا انا بيقودني لحاجه بقى ثانيه قبل سيبك من الراي العام، وان ما حدش قال لنا ايه الحقيقه قبل السفر. ده بيدلك على ان برضه في خلل اداري واضح هنا. طبعا انا راجل طالع رئيس بعثه، انا اقعد في الاتحاد بتاعي تيجي لي شنطتي لحد هناك طبعاً. بمقاساتي طبعا، والناس تيجي تاخد مقاساتي في الاتحاد طبعا، ولا اسعى اليها. وده اللي بيحصل، يعني احنا في النادي الاهلي في كل بعثه سافرنا الناس كانت بتيجي تاخد المقاسات في اوض اللبس بالظبط، واللبس بيستلموه في مقرهم بالظبط. لان لو هذا حدث، انما انا اخد بعضي واطلع يحدث مشكله، وبعدين لما حدثت المشكله دي، هل فعلا تيقن اتحاد الكره ان مجدي قد اساء استخدام صلاحياته واعتدى على الراجل فغيروا القرار، ولا القرار كان اصلا متغير؟ دي نقطه مهمه جدا. طيب بص بقى، اتحاد الكره خد قرار بسرعه انه عصام عبد الفتاح رئيس للبعثه في حاله عدم وجود هاني ابو ريده. بناء على الواقعه دي ولا قبليها؟ بناء على الواقعه. بناء على الواقعه، والاتحاد بينهم وبين بعض ادانوا مجدي عبد الغني في هذا التصرف. هو حدث منه ولا ما حدثش هو اللي يقول، عشان كده هو معاه حق في جزئيه ايه؟ انت اخذت قرار، هو اختلافه ان ده ما كانش في وقته، لا مش قصه وقته، قصه لو الخطا وقع فده وقته. لو الواقع عشان بيتخرج رئيس بعثه. طبعا لو الخطا ما وقعش فهو راجل نجم كوره، له اسرته طبعا، له جمهوره، له تاريخه، له جونه اللي في كاس العالم، فبالتالي لازم انت تحافظ على كل ده. انت بتدينه بدون اي وجه حق ازاي؟ انت لو انت حققت فمعلش بقى، اذا صحت الواقعه فعقوبتها مش ابعاده عن رئيس البعثه، لا لا لا، ده احنا كده بنستخف بالمساله قوي. اذا كان الخطا وقع فخلاص اكتفيت بده يعني، واذا ما كانش وقع بتشهر بيه وتسأله في الحالتين. لا هو كمان في الحالتين، هل هو تم ابعاده؟ لا هو راح والتحق، لا وكان ملتصق بالفريق ونزل الملعب. لا لا لا، هو سافر لوحده بعد كده، لا سافر على طياره المنتخب من هنا ولا كان معاهم، هو سافر بطريقته واخد بالك، وانضم للبعثه هناك في بعض المباريات وبعض الفترات، لكنه ما كانش في التشكيل بتاع البعثه بسلطاتها. اللي كان موجود جوه البعثه اربعه: هاني ابو ريده بعد ما خلص اجتماعات الفيفا، عصام عبد الفتاح رئيس للبعثه، احمد مجاهد، الدكتور كرم كردي، ومحمد ابو الوفا. واخد بالك؟ دول الملازمين للمنتخب في كل تنقلاته، وكانوا موجودين معانا في جروزني لغايه لما رجع. بس الكابتن مجدي انا شفته في المباريات. لا شفته في ارض الملعب في سان بيترسبرج. ما هو في التدريب بتاع المنتخب، لكن هو ما جاش. يا استاذ ابراهيم، دي نقطه نظاميه. انت لما كنا في كاس العالم للانديه مش للمنتخبات، كان حد يقدر فينا يتحرك في الزون الا بناء على الاي دي اللي هو لابسها بتقول له اتحرك في الزون ده. انت ليك كاس العالم ما فيش كده. لا في كده. امال يبقى فرقتنا احنا اللي كانت سايباها ولا ايه؟ مش فاهم. لا بص، كل اعضاء اتحاد الكره كان مطلع لهم تصريحات بالكامل، مطلع لهم تصريحات من بدري، وتصريحات في كل الاماكن، يعني مسموح لهم بالعشر اماكن يحضروا فيها في اي حته. لكن مجدي عبد الغني، حازم امام، سيف زاهر، خالد لطيف، ما جوش للبعثه في جروزني المقر الدائم. انت كنت بتسافر
1700 كيلو و1500 و1400 في الثلاث مباريات. في بعض منهم جه حضر المباراه ومشي، ما جاش للمقر الدائم للبعثه في جروزني، الا الاربعه اللي انا قلت لهم لك في الاول، هنا بوريده وعصام عبد الفتاح واحمد مجاهد ومحمد ابو الوفا والدكتور كرم. يعني كابتن مجدي كمان ما كانش بيروح، ما كانش بيروح، ما حدش راح جروزني خالص، لا حازم امام ولا سيف زاهر. اذا اللقطه دي كانت في مباراه، في مباراه في ملعب تدريب اعتقد كان في سان بطرسبرج قبل مباراه روسيا، او هو ما حضرش في سان بطرسبرج، ربما حضر المباراه الاولى اللي كانت في الاوروغواي في ايكاتنبرج. اللي انا بقوله يا باشمهندس، لما اثيرت المشكله انت ليه ما بتحترمش الراي العام؟ احنا الامتى في الرياضه هنفضل نستهين بالناس وما بنوصلهاش الحقيقه؟ ما تقول للناس الحقيقه، مجدي عبد الغني متهم ويستحق 1 2 3، مجدي عبد الغني بريء ولا يجب ان يتعرض لهذا التشويه؟ في الحالتين احنا ليه مش واضحين؟ احنا ليه سايبين التوك شو والبرامج هي اللقطه دي بتقول لك ان من البدايه كده في خلل في التعامل في الازمات؟ اللقطه دي بتقول لي 3 حاجات. في خلل اداري واضح جدا موجود، في توتر في العلاقه بين المنصه والاعضاء موجوده، فاهمني؟ في ترقب للي جاي اعتقد مش سهل في اتحاد الكوره. اذا فضلت الامور على كده مش هتنتهي العلاقه بهذا الشكل، لانه هو واحد من حقه يدافع عن نفسه. يعني في فوره غيرته على نفسه قال لهم طيب انا بقى هقول. دي النقطه اللي انا عايز اجي لك فيها. هو انا لما كابتن مجدي عبد الغني يقول لك ايه خلاص خليه يعمل مؤتمر صحفي وانا هكشف المستور، فيتسكت عن الكلام المباح، هو رقم واحد هل في مستور؟ دي الصوره اللي انت بتتكلم عليها اللي كابتن مجدي عبد الغني اهو معاه الاي دي. ايوه جه حضر، وهتلاقي الاي دي فيه العشر ارقام المسموح. لا واللون الاخضر كلهم، لا بس هاني هو لون ازرق والكابتن لانه عضو تنفيذي الفيفا. ما انا فاهم، يعني انا بقول لك هو الاثنين التانيين اخضر زي بعض. خد بالك هاني بوريده اقدم عضو في تنفيذيه الفيفا، يعني هناك لما تحتك بالبطوله لا حد له ثقل دولي، يجب ان الاتحاد المصري معاه يكون احسن من كده بكتير، يعني مكانته حد. دي نقطه ثانيه هنناقشها لوحدها. لكنه جزئيه المستور، هو لو في حاجه مستخبيه ما تطلعش عشان اتصالحته، ما تطلعش عشان الملابس ما اتسرقتش، ما تطلعش علشان هنا بوريده قال لك لا احنا ما اسقناش لذمه حد. المستور ده المفترض مقصود بيه ان هناك اخطاء وتجاوزات حدثت او في شبهه فساد موجوده لازم تتعرف بصرف النظر في خلاف ولا مفيش خلاف. انت اتصالحت، انت اتفقت، انت اتراضيت، انت زعلت، انت غضبت، انت حبيت، انت اسأت، كل ده ملوش علاقه بانه في مسؤوليه عامه تقول انه في فساد موجود. اذا في علامه استفهام هنا محتاجه على هذا المسكوت عليه. طيب يجاوب عليها مين؟ الكابتن مجدي. بمناسبه صوره الكابتن عصام عبد الفتاح، معلش الامور بتجيب بعضها. كابتن عصام له تصريحات انه هو قلقان من التحكيم في روسيا وزعلان من التحكيم اللي ما حسبناش ضرب الجزاء في ماتش اورجواي، وزعلان من التحكيم في ماتش مش عارف السعوديه عشان ايه. اذا انتقد ووقع في المحظور اللي بيزعل مننا فيه. اول ما بقى مسؤول شاف ان الحكم مش بشر، وشاف ان هو من حقه انه يشك فيه وانه يعني يطعن فيه وانه يتوجس منه ويحرمنا احنا من هذا الحق. بعد مباراه الاوروغواي كنت انا وهو والمهندس هاني ابو ريده وايمن بدره ومحمود صبري قاعدين بنتكلم، الدكتور كرم كردي، فهو بيقول لا ده تحكيم فضيحه. قلت له تصدق انا سعيد ان احنا بقينا التقييم بهذا الشكل. قال لك لا كوره مروان محسن لا يمكن ما تتحسبش، لان فعلا ضربه جزاء صريحه، وهو له ملاحظات على الفار التحكيم بتاع الفيديو، لانه ده بالظبط بيكشف انه في سوء نيه، ده كاشف للنوايا. ليه؟ الفار اللي هو الحكم، حكم الفيديو المساعد، 3 حكام، حكم ومساعد ولاينز مان. اللاينز مان احد الـ3 مهمته مراقبه الخطوط وهو صاحب القرار في الاوفسايد. الـ3 عندهم رش، عندهم كاميرات ل 37 زاويه، يعني
قرار ايه. فلما الحكم يتقال له في فار هنسعى نلجأ للفيديو، المفترض القرار الحاسم جاي من الفيديو. طب مروان محسن في مباراة الأوروجواي الراجل واخده بطريقة الجود ونازل بيه، ازاي مش بنالتي؟ ما انت ما انت ليه ما رحتش للفار؟ ازاي؟ في الكرة دي احنا ما رحنا في الأولانية. هو اصل كمان القرار بيجي من الفار. لا لما يلاقي قرارك مختلف يقول لك ستوب ويت ويبلغك، فاهمني؟ لا يعني انت من حقك قيلة الله اعلم ان ادي مثلا ادي الترابيزة قيلة ان ليك مرتين تحتكم الى الفار. لا 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 لا, لا. انت ليك هو اللي بيتدخل. طب وزي ما شافوش بتاعت مروان محسن؟ ما هو ده المريب، ده اللي يقصد بيه عصام عبد الفتاح ان هي ضيف ضيف. كلام جميل. طب ما هو ما كانش الكوره بتاعت الكاس بتاعت الاسيوطي مريبه؟ اوكي، ما انا بقول لك انا يعني سعيد ان احنا بقينا بنحس بالالم من ظلم الحكم. كويس. ماتش روسيا السعوديه، ماتش السعوديه ده حكم قارح. قارح انا جاي على الطياره امبارح وكان معايا محمود صبري في الرحله من جروزني او من موسكو لفرانكفورت، قعدت عن جنبي على الكرسي واحده من كولومبيا، فلما قالت لي انها من كولومبيا قلت لها الحكم، قالت لي اوه اي دونت لايك هيم، ما بيحبهوش. قلت لها ليه؟ ده حكم لنا ماتش حصل منه كذا 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 حسب بنالتي للسعوديه، الفار قالوا له مش بنالتي، رجع صمم راح اتفرج وصمم على قراره. قالت لي هو حكم، قالت التعبير اي دونت ريسبكت هيم، ما بحترمهوش. فلما عرفت ان انا صحفي قالت لي لا مش هقدر اتكلم اكتر من كده. حكم الفار يقول له الكوره مش بنالتي، فاول مشترك مش بنالتي، والمفترض ان هم رؤيتهم اكثر منك. فيصمم ويخرج ويروح يتفرج عليها تاني. دي مساله برضو من عنده. هم ازاي هو هو صاحب القرار، هو صاحب القرار يظل هو سيد الملعب، الاطراف الاخرى اطراف مساعده عليه ان هو يعني دي تنور له الطريق، وبالذات بتنور لك الطريق باضواء كشفه قوي لانه في 37 كاميرا. فكنت انت بتتكلم على جزئيه عصام عبد الفتاح. انت الراجل شايف انه التحكيم كان وحش جدا. انا بتكلم عليه هو لما احنا بنتكلم على التحكيم بيزعل قوي. وبنقول له طالما ان الحكم بشر ما نعامله بمعايير البشر. البشر بيغلط، البشر بيتعمد الغلط، البشر بس صح. بس البشر مع حكام الفيديو ما اقدرش التمس العذر لحكايه الحكم بشر. انت حكم طب الحكم الخامس ما هو يا لا, لا 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 بس في حاجه يا باشمهندس، انت وانت قاعد وفيديو جايب لك كل اللقطات وتعيد ما خلاص يعني سوء النيه تبقى أيوة. سوء النيه بس يبقى لما ما تقررش سيادتك البعيد لو مؤاخذه. اذا ظلم الاهلي في المنتخب مصر طبعا ماتش ايه؟ طبعا لا طب ما هو عشان كده عايز اقول لك على حاجه. بعد ماتش الاوروجواي المهندس هاني ابو ديده قال لي انا عملت مذكره في احتجاج شديد اللهجه، البرازيل سبقتنا بالاحتجاج لانه البرازيل لقت نفسها لا ده في توجه للاقصاء. بمباراتها اعتقد مع سويسرا في توجه ان انت تدوس عليا، فحبوا البرازيليين يسبقوا راحوا مقدمين مذكره شديده اللهجه، وحتى اكدوا فيها انه وجود حكام الفيديو يعني ابتعاد تنظر على انه تراعى بعد كده، لكنه انت ما تراعتش بعد كده بالعكس اتراعى عليك بقى. انت المفترض رفعت تكلفه المباريات قوي، استعنت بعدد اكبر من الحكام، التقنيه نفسها زادت، التكاليف بقت باهظه في التحكيم، ومع هذا مش ما ينفعش مع الفيديو نفضل نقول عباره الحكم بشر. لا، الجهاز الفيديو وال37 كاميرا اللي جابها لك انت قلت عنصر الخطا البشري زي التنس، بدل ما انت جبت الكاميرا بيطول لك بيروح له يقول له ايه لمست الخط بيغير قرار والكره الطايره نفس الشيء بالظبط. فده ما يخص التحكيم والجزئيه اللي انت سالت فيها. ايضا
انت جبت سيره جروزني. اه جروزني دي هتظل برضو مشكله مش مفهومه ليه. الناس قالت لك انت بتسافر، انت بتقول الاف الاميال. انت بتسافر من موسكو لجروزني 3 ساعات وبعدين بالطيارة، ومن جروزني لسان بيتسبورغ اي مدينه هتروحها بعد كده تتراوح من 1700 ل 2000 ماشي كيلو ماشي. الاف. اه طب انت بتلعب دلوقتي في سان بيترسبورغ، ما بتستناش ليه في البلد دي وتسافر منها على البلد اللي فيها الماتش اللي بعد كده ليه؟ ايه اللي بيرجعك عشان ترجع تسافر؟ كويس. اه اولا لماذا جروزني؟ لماذا جروزني؟ الاتحاد الدولي لما او اللجنه المنظمه الروسيه لما حددت المدن، جروزني كان المفروض الشيشان تحت علم روسيا الاتحاديه. روسيا الاتحاديه فيها دلوقتي تقريبا حوالي 17 جمهوريه جاده وبعض الحاجات الصغيره اللي تقاتل الوليده الصغيره، لكن كل هذه المدن او الدول بوتين قدر يحطها بعد انهيار الاتحاد السوفيتي تحت علم روسيا الاتحاديه. كان المفروض الشيشان يكون احدى الدول او احدى المدن الروسيه اللي مستضيفه المونديال، لكن حصل تحفظات عند الحكومه الشيشانيه بشان ثقافه جمهور المونديال، انا مش عايز خمور. ومع هذا الفيفا صمم لا، في مسيرات للشواذ الراجل رمضان قيدروف قال لك مستحيل، بوتين رفضها في موسكو وقدر يقنع الفيفا بيها، عشان كده في كلاش جامد بينه وبين هيومن رايتس ووتش وبين بريطانيا على رفض بعض المسائل الحقوقيه في المونديال. مفيش حاجه اسمها صالات قمار تبقى موجوده، مفيش مراهنات، مفيش مسيرات للشواذ، مفيش ده في الشيشان وفي بوت وفي روسيا. وهو قال لهم، قال لهم احنا مختلف الدول او المدن الروسيه مسيحي اسلامي له ثقافته وله تقاليده، فرفض كل هذه الامور. بقى في عداء ظهر في مشاكل محمد صلاح بعد كده، انما سافر هيكتور كوبر وسافر ايهاب لهيطه ووفد من الاتحاد يعاين المدن المتاحه والمرشحه للاستضافه. راحوا جروزني، راحوا سان بطرسبرغ اللي استضافت مباراه مصر وروسيا، وراحوا جروزني. في جروزني لقوا 3 حاجات مهمين جدا. النقطة الأولى فندق الإقامة، فندق اسمه زالوكال 5 نجوم، موجود بينه وبين الاستاد بتاع أحمد أرينا ده. استاد أحمد أرينا ده الرئيس الشيشان السابق أحمد خيدروف كان أغتيل فيه، فجروه أبو رمضان ده على طول، فسموا الاستاد باسمه أرينا، يعني استاد، ده استاد أحمد. الاستاد ده الفندق ملاصق ليه، الاتوبيس كان بيطلع من الباب ده يدخل الباب ده، فكوبر شاف ان ده معسكر نموذجي. كوبر رايح عايز يحافظ على الفرقه من اي ضجيج لجمهور المونديال والبنات وروسيا وكل الصوره الذهنيه اللي بتثار، فشاف انه الشيشان معزوله، الملعب في الفندق. الاهم منها كوبر نفسه لمس هذا الترحيب الشديد من الرئيس رمضان قيدروف بالمنتخب المصري، لأنه شاف في ده رد اعتبار لبلده، أنه بعد ما رفض كل هذه التحفظات أنها تبقى مش موجودة، فجأة يجي منتخب مصر ويوافق أنه يقيم في الشيشان. فأدى تعليما لرئيس البرلمان، أنت مسؤوليتك الإقامة الدائمة مع منتخب مصر، مفيش حاجة يطلبها المصريين إلا وتلبى. كوبر شاف كل هذه المزايا، وشاف ان رئيس الدولة بيرحب، وشاف ان الملعب جنب الفندق، وشاف ان الامن. عارف لو احنا كل المباريات بتاعتنا في هذا المكان، كل اللي انت بتسمع عليه ده ولا حد كان يقدر يهوب. احنا كنا بندخل فندق البعثة في جروزني بعد ما يفضل يفتش ويشوف الاي دي ويتصل بالناس جوه، احمد مجاهد كان ينسى الاي دي بتاعه جوه ما يعرفش يدخل تاني من شدة التدقيق والأمن المفروض على المكان. كوبر هو اللي اختار المكان، كوبر هو اللي شاف ان الطقس ده أنسب، كوبر اللي شاف ان الترحيب ده كويس قوي. إيهاب لهيطة وافق وهنا أبو ريدة رحب. ده ليه جروزني؟ هي جروزني فرقت إيه؟ الناس فاهمة انه
عشان بيلعب او مقيم في جروزني بيسافر كتير. جروزني لاي مدينه من المدن الثلاثه مره قطعتها في ساعتين، مره في ساعه ونص، مره في ساعتين الا ربع. انت لو سافرت بالطياره من 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 اي مدينه من المدن الثلاثه هتقطعها في ساعه، ساعه وربع، يعني فرقت تقريبا حوالي لا هي ساعه فكره انك ساعة. ترجع يا ابراهيم لازم ترجع. ليه ما عملش ان هو يعني مش ذهاب بلا عوده، يعني دايره كده ويوفر الرجوع. مش متاح لك ده، هو مش متاح، مش متاح. هو بص، هو الراجل عمل ايه؟ نشر المونديال في كل المدن الروسيه. يعني بوتي. انت مش انت مش هتلعب في القاهره واسكندريه بس، هتلعب مره في اسكندريه ومره في بني سويف، وتكمل تلعب الماتش اللي بعديها في مطروح، لكن الماتش الثالث في اسوان، وهكذا. فتت المونديال على كل المدن الروسيه عشان يشغل تنمية. الشعب كله عمليه تنميه. فانت كل اللي انت فرق معاك نص ساعه. جهاز المنتخب استبدلها بايه؟ هو ادالك نظامين، تسافر تبات في المدينه اللي هتلعب فيها بلس يومين ولا يوم، قبل المباراه بيوم ولا بيومين. فاحنا عشان مزيد من الراحه اخترنا يومين، بقينا لو هنلعب يوم الاثنين بنسافر يوم السبت. فمحدش يقول لك اصله اجهاد السفر، اجهاد السفر انت سافرت بالطياره ساعه ونص او ساعتين، ريحت يومين قبل المباراه. طب هم على خط طول وعرض واحد؟ واحد، يعني ما فيش فروق في التوقيت؟ التوقيت كان ممكن يبقى فيه ساعه بين كابتن بير، عشان جم قال لك البيولوجيكال كلوك والساعه الحيويه كلها كان بيفرق مثلا درجتين حراره. يعني ده ممكن يبقى 27، ده يبقى 29 او 25، يعني الفروقات مش كبيره في التوقيت ده. التوقيت ده اسمه، اذا اختيار جروزني كان شوف لاسباب موضوعيه، دي الجزئيه الفنيه في الاختيار. الجزئيه السياسيه، اتحاد الكره لم يتحرك بمعزل عن وزاره الخارجيه، ممثله في السفير المصري ايهاب نصر اللي كان دايما وابدا على اتصال بكل السلطات في الشيشان. عمل حاجه رائعه جدا الحقيقه لحمايه المصريين، عشان كده ما تسمعش في مشكله واحده. عمل حاجه اسمها النقاط المركزيه القنصليه، كل حته ممكن يبقى فيها مصري هيلعب او هيقيم فيه تمثيل، نقطه قنصليه، شاب من القنصليين لحل المشاكل، لحل المشكله، وبيعلن عن وجوده في الحته الفلانيه وارقام تليفوناته كذا ويتحرك. يعني كان مثلا في حد قنصل مصري اسمه احمد السعيد كان معانا في جروزني، حد نابه ونشط جدا وحماسه شديده جدا مع الجانب الشيشاني. فانت ما كنتش بتتحرك في الشيشان بمعزل عن التنسيق مع الدوله. بس دي كانت ملاحظه، يعني احنا برضو كنت في اليابان، سافرنا في اليابان ما كانش بيسيبنا لحظه. فده يقودنا الى الله. طب هو اما في مشاكل سياسيه في علاقه اوروبا بشيشان وتصويرها على ان الراجل ده ديكتاتور والراجل ده شوف انا عايز ضد حقوق الانسان والراجل ده، ايه اللي يخلينا يبقى في نوع من التجاوب يعني ونحط نفسنا في هذا الموقف، ولا الصوره ما كانتش كده؟ شوف الراجل ده في حربين، في 91 كان في حرب الشيشانيين ضد الروس للانفصال عن روسيا، وكان بيقودها احمد قادروف ابو رمضان ده الى ان تم اغتياله. الحرب الثانيه رمضان قادروف بعد ما خد طربوه من الجماعه اللي كانت قتلته وصفاهم، لعب بلعب مشترك مع فلاديمير بوتين، بقى بالعكس رمضان قيدروف الآن يوصف في روسيا بأنه فتى بوتين المدلل، لدرجة بيقول لهم أنا مستعد للموت من أجل روسيا ومن أجل بوتين. فهو مش على خلاف مع بوتين، ده الحليف المباشر ليه، لكن وصل لاتفاق. بس في لا، هنا أنا عايز أتوقف، لماذا يوصف أنه راعي للإرهاب؟ كويس، الراجل ده في اللقاء ده الدكتور كرم كردي معاه في هذا اللقاء، خليني اقول لك اللقطه الاولانيه دي عشان تشوف حجم الحفاوه. الحفاوه واضحه يا استاذ ابراهيم، مش هي دي، انا هي لماذا يوصف هذا الرجل انه راعي للارهاب؟ طيب اللقاء ده اتكلم فيه، قال مصر اولا
الشيشان دولة في الإسلام، دولة وسطية تقدس الأزهر الشريف تقديس. الجمعة اللي فاتت احنا صلينا، خطب الخطبة واحد اسمه أدهم حميدوف، ده المستشار الإسلامي للرئيس الدولة. الخطبة بالكامل عن مصر، قيمتها، أزهرها، علمائها، دورها في التاريخ الإسلامي، إزاي ربنا ذكرها في القرآن، وكيف أن الرسول عليه الصلاة والسلام وصفها بأنها خير أجناد الأرض. وقال الرئيس الشيشاني بقى في كلمته: مصر وهي تحارب الإرهاب تخوض حربا مقدسة. الله، دي مفاجأة دي. تخوض حربا، وقال إحنا عانينا. يعني هو ضد الإرهاب؟ ضد الإرهاب الديني والتطرف الديني بقوة. على أنه هو سيبك، ما هو اللي بيصوقه مين؟ الغرب، بريطانيا تحديدا عندها موقف منه، والإعلام الغربي البريطاني تحديدا عنده موقف منه. لكن هو اتكلم على أنه مصر بتحارب إرهاب، بتحارب التطرف الديني، نحن معها بكل قوة، نحن نساعد وندعم كل الوسطية الإسلامية وقيمة الأزهر الشريف. هذه أهم مفاجأة خرجت بيها من كلامك دلوقتي. ادوا محمد صلاح المواطنة الشرفية. عارف العرب الوحيد اللي خد هذه المواطنة الشرفية قبل كده؟ الشيخ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، لما راح زارهم من سنتين شالوا عربيته من على الأرض، شالوا العربية من على الأرض. الصور هناك. يعني هو إسلام وسطي، إسلام وسطي شديد. عارف الراجل ده وهو في الحفلة دية الإنشاد الديني حد بيغني. انت بتقول كلام مهم جدا وخطير جدا، هو وعلى مسؤوليتك جدا طبعاً طبعاً، بس بيغير كثير من وجهة النظر، لان كان ناس كتير متصورة. هو احنا ليه ورطنا محمد صلاح في هذه القصة طالما ان الراجل ده مصور على انه ديكتاتور راعي للإرهاب؟ يعني يطلع ان هو رجل وسطي يعني وضد الإرهاب، ويشيد بموقف مصر في حربها مع الإرهاب طبعا. وان يعني انا بس عايز اقول حاجة علشان الناس اللي تتكلم من غير معلومات، وفكرك الدبلوماسية المصرية النشطة واليقظة ممثلة في وزارة الخارجية والسفارة المصرية، كان من السهل ومن الممكن تسيب منتخب مصر. دي نقطة مهمة برضو. تسيب منتخب مصر لا يمكن يقيم في دولة راعية للإرهاب. عارف دي أنا من يوميها وأقول الله، طب فين دور السفارة هنا؟ ما حدش فاهم حاجة. هذا اللقاء، بص اللقاء التاني ده اللي انت شايف صوره ده على الجبل، بص دول استقبلوا بعثة المنتخب في زيارة للجبل العالي الأخضر ده، وهاني أبو ريدة والدكتور كرم كرد وعصام عفتاح وأحمد مجاهد، كل مجلس إدارة الاتحاد في حفاوة، ده محافظ مدينة اسمها شاتوي على الجبل. كل الناس كان عندها استعداد للترحيب بمصر بحب شديد. انت لما تلاقي العلم المصري متعلق على البلكونات، لما تلاقي صور محمد صلاح والنني واللعيبة على الحافلات العامة. طب واحنا كنا عايزين اجواء احسن من كده. ايه بس يا استاذ؟ ما ده اللي انا مستغرب. يعني انا مستغرب، امال ايه؟ فين؟ كيف لم يتأثر اللاعبون او اللاعبين؟ اللاعبون كيف لما تأثروا بهذه الاجواء وتنقل اليهم شعور بالفخر والانتماء والغيرة على اسم بلدهم؟ ايه بقى الفوضى جت فينين؟ طيب الفوضى صنعها اتحاد الكرة، وانا قلت انت بعد ما دفعت دلوقتي عن قرار اتحاد الكوره في اختيار جروزني، ودفعت عن جروزني التوجه، بس انا بلخص للناس بقى، ودفعت عن فكره ان يعني القبول بالدعوه بتاعه رئيس الشيشان، لانه احنا شايفين ان هو راجل ضد الارهاب، وان هو راجل راعي للاسلام الوسطي اللي هو احنا بنمثله. فاذا براء اتحاد الكرة الجزئيتين دول، فين بقى المشكلة؟ شوف اتحاد الكرة، واللي أنا بقوله لك قلته للمهندس هاني ولأحمد مجاهد وللدكتور كرم، فيش حاجة اسمها بيع الكواليس. أنت تبيع أحشائك بالمعنى الحرفي طبعا. يعني ايه كواليس؟ يدخلني في الأوض. بص، عشان كده بقول لك الأهلي لم يكن حاضرا بضوابطه. ليه؟ انت شفت واحنا في اليابان كان حد يقدر يطلع الدور بتاعنا؟ انت النهارده اتحاد الكوره عنده الشركه الراعيه، بريزنتيشن عشان نبقى برضو منضبطين في الصح والغلط، صاحبه الدور الكبير المؤثر في تاهيل منتخب مصر لكاس العالم، صرفت كتير، معسكرات المنتخب، سفريات المنتخب، مرتبات
هيكتور كوبر، هيكتور كوبر كان اعلى حاجه وصلها 90,000 دولار، كان جزء كبير من مرتبه هو والجهاز بتتحمله الشركه الراعيه، فليها دور يجب ان يذكر ويشكر. لكن لما تيجي تقول لي من ضمن حقوقها اصور احشائك تبقى بتهرج، لما يبقى من ضمن حقوقها تحط لي كاميرا جوه الفرقه ترصد كل التحركات، مين نام ومين صحي ومين راح فين ومين قال ايه، تبقى بتهرج. لما تحط كاميرا تنقل كل التدريبات للفرق المنافسه علشان تطلع انت تعمل برامج، نبقى بنهرج. النهارده هذه القناه خدت هذه الحقوق، بكره قناه اخرى تاخد الحقوق دي. احنا لا يجب ان احنا نشخصن المساله انه في قناه معينه اشترت، لا، انت اتحاد الكره حاطط كراسه شروط، انما انت بعت ده للناس. كانت النتيجه ايه؟ لم يكتفي الامر او لم يقتصر الامر عند حد هذه القناه التي اشترت هذه الحقوق في نقل الكواليس، واللي ممكن تكون امينه، ما عنديش اي تحفظ، لكن جرب نار الغيره. كل القنوات الثانيه بدات تثبت ان هي ما معهاش الكواليس هتقدر تشتغل، فبدا زرع الجواسيس داخل الفريق، تحول المعسكر الى ساحه فوضى حقيقيه. احدى القنوات من احد البرامج عايز يثبت اقدر اجيب احشائك من جوه حتى وانت ما مكنتنيش منها، فتعاقد مع لعيبه، صور لي من جوه وابعت لي على الموبايل والحوار مع اللاعب ب5,000 دولار كده. تقعد المهندس عادلي وتصوره بيكلم في حوار 3-4-5 دقايق. يعني الفرقه دي ملهاش اداره، ملهاش كابتن، ملهاش زعلوا من حسام غالي. سيبك من غالي، لا اسيبني ازاي؟ انا بتكلم على الانضباط. فين الانضباط؟ اللعيبه لما اللعيبه، بص، كل انا كاتب في الاخبار المسؤوليات الثلاثه. اللعيبه المسؤوليه الاكبر، الشريك الاعظم فيما حدث اللعيبه. ما تقوليش ان مباراه السعوديه كان فيها روح، ما تقوليش ان انت، لا لا لا، دي ناس نازله بالظبط، مش عايزه في ضغط ولا روح ولا رغبه ولا حركه ولا اي حاجه خالص. احنا في الدقيقه، فاحنا هنفضل دايما في الدقيقه 90 الناس بتنقل الكره عندنا كده من الزاويه الضيقه بالمنظر ده، واخد بالك. كوبر عليه مصيبه كبيره، انت بتلعب لي بخطه دفاعيه متيبسه قدام فرقه شايله 5، امال هتهاجم امتى؟ انت ايه 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 العقم اللي انت عايشه ده؟ فزي ما في مسؤوليه كبيره جدا على اداره الاتحاد انها تبيع كواليس وتكشف احشائها، في مشكله على اللعيبه. انت عارف الجولين اللي جم في الوقت المحتسب بدل من ضائع في الشوطين؟ ايوه. انت اللعيبه، اللعيبه لما بدات الشكوى من حته ان في ناس بتصور فيديو وتبعت للقناه الفلانيه، والقناه اللي شاريه للحقوق بدات تشتكي. فاللعيبه بمنتهى الوضوح بيقولوا لاعضاء اتحاد الكوره، طب وايه يعني؟ ما انتوا بايعيننا من غير ما تدونا. هم لسه كانوا عايزين ياخدوا بعد كل الاعلانات دي وكل انت عارف، كل لعيب من اللي سافروا كاس العالم اللي شاركوا في التصفيات وتاهلوا، حجم المكافاه وصلت 4 مليون جنيه من خزينه اتحاد الكوره. 4 مليون جنيه لكل لعيب. وبعدين يقولوا ما اديتوناش من اللي، يقول لك انتوا بايعيننا للقناه اللي لا انا عايز تحديدا يعني اللعيبه يعني ايه؟ مين اللي قال هذا الكلام؟ الناس اللي اتفرجت على القنوات شافت مين اللي كان بيطلع. معلش بس هي دي كوتا وتوزعت 5,000 دولار الحوار. انت جيت كاتحاد الحل ايه؟ وهو حد منهم بيقول لي نعمل ايه؟ اللعيبه توحشت. قلت له تعمل ايه؟ رقم واحد، الاصل في الموضوع مفيش حاجه يا حبيبي اسمها تبيع كواليس والناس تصورك. بس اللي هيتظبط بيطلع فيديو وبيسرب حاجه هيروح. ده منتخب مصر وده كاس عالم. طب وما حصلش كده ليه؟ عشان انت اوكي بايع كواليس. انت بايع كواليس لكن خلاص بعت الكواليس انت. يا سيدي هو قال لك فين حظي؟ فين حقي؟ مفيش حاجه اسمها فين حقي. مفيش حاجه تتقال كده، اللي يقول لي كده اقول له روح انت كمان. انت لو روحت لعيب واحد يا ابراهيم كانت خلصت. انت متخيل الكلام ده؟ تمشي لعيبه كبار في الفرقه هتقدر تعملها؟ انت تعملها. اعملها. الناس اللي موجوده ما تعملهاش. وده اللي خلاص حصل. يبقى ما نتكلمش بقى. وده اللي حصل. يعني ده بالعكس، انت بتكلمني ان كابتن الفرقه طلع صور نفسه فيديو فتكرم ولعب الماتش عشان وكاننا رايحين نحقق يعني
مين يجيب جون عشان نخلص من جون مجدي، ومين يلعب عشان يبقى اكبر واحد، ومين اهدافنا تحولت من فريق يمثل مصر الى بعض المكاسب الشخصيه الضيقه. بص انت من الاول يعني انا مش عايز انقل على الجهاز دلوقتي، لكن انت كاتحاد اقرت هذا النظام، اللعيبه قالت لك عقودنا ما بتقولش ان احنا ممنوع ان احنا نطلع فيديوهات. اصل انت دلوقتي في لحظه يا استاذ ابراهيم ماليش دعوه بالعقود خالص دلوقتي. وعود مع مين؟ ايه اللي حكى؟ طب انا هسالك سؤال. اللعيب اللي يجي يقول لي عقد ده لما اختارولناهوش في منتخب مصر وطلع كانش هيعيط ويقول لك انا مستعد اروح ان شاء الله ما ببلاش لكن انا خدتك عشان تيجي تساومني هناك ازاي يا استاذ ابراهيم؟ ده اللي حصلت من ضغوطات واللي ضغط شارك. طب ما ده اللي بقوله لك. ايوه ده تكرم مش شارك، ده انا حولت الهدف النهائي من المباراه الى تكريم شخص. شوف مهما كان اجاد يعني لا انا هكلمك في وضوح فيها، لان انا كان رايي الشخصي انه عصام الحضري حقه ياخد فرصه في المباراه ويلعب، لانه لما يكون عندي لاعب واصل انا مختلف مع سلوكياته جذريا. ماليش دعوه بالسلوكيات دلوقتي، انا بتكلم يعني الهدف من المباراه ايه؟ لكنه انا في الهدف. اوكي لو هو فنيا لو هو قريب فنياً قريب من الشناوي يلعب او يقل يلعب بس وقت كان لما يعمل لك مشكله ويقول لك انا اصور. هو ده بقى ده الضعف بتاع الجهاز، العلاقه ماشيه ازاي عشان تبقى في الصوره. اصل عصام الحضري هو اللاعب الوحيد الذي لديه الخبره انه كان يسيطر على الفرقه دي لانه كابتن كويس وعنده الخبرات. وهو بعد الماتش الاولاني كان له تصريح ان الدقائق الاخيره كانت محتاجه خبره كويس عشان احنا خدنا الجون في الدقيقه 90. فانت بيلعب عشان نستفيد من قيمته الفنيه طبعا وقيمته كراجل الاكثر خبره. طيب. ويبقى لازم لو حط عليها الاكثر انضباطا كانت كل الفرقه دي اتظبطت. عارف المشكله فين؟ أه. النقطه المفقوده الجهاز الفني حابب ان اللعيبه تبقى هذا على هذا القدر من الضغط والابتزاز والتوحش. ليه؟ انا بكلمك ليه بقى؟ كل معركة اللعيبة خاضتها دفاعا عن الحقوق عند الرعاة وابتزاز الرعاة نالهم الحب جالب. الجهاز طبعا انت بتجيب انت متأكد من الكلام ده؟ طبعا الكلام ده من 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 اعضاء في مجلس ادارة الاتحاد، انه العلاقة كانت قد وصلت الى انه اللعيبة اللعيبة توحشت والجهاز ساكت خدم عليها موافق. لا مش لا عايز اقول لك كده بخدم عليها. عايز اقول لك على حاجة، انت عضو مجلس ادارة. انا بص يا استاذ ابراهيم انا باخد من كلامك دلوقتي انا ماليش راي لان انا ما حضرتش كويس. انت بتقول دلوقتي اللعيبه كانت بتطلب حاجات تفسد في مطالب للعيبه من الرعاه اتحققت والجهاز استفاد. في كل مره اللعيبه ضغطت وطلبت، كل مره كان بيجمع اللعيبه لقاء مع اعضاء اتحاد الكوره كان في مطالب بتتقال، احنا عايزين كذا، طب حاضر هنشوف لكم فلان ده لما هيدفع للجهاز واللعيبه، فاللعيبه الجهاز موافق. هي كده. بص ما حدث هذا الاغتيال المعنوي ما حدث هو اغتيال اداري واغتيال في يا باشمهندس انا عايز اقول لك على حاجه. واحد من اللعيبه الكبار قال لزميل صحفي، انت عارف اللي انت بتقوله ده ايه؟ ده ادانات لكل الناس المسؤوله. اوكي طبعا. واحد من اللعيبه الكبار بيقول لزميل صحفي معانا والنبي ياما هيشوفه من الظلم قبل البطولة ما تبدأ، هتشوف نتيجة الظلم دي هتعمل ازاي؟ ده ذنب عواد وكوكا. هتشوف نتيجة الذنب، نتيجة الظلم. في شعور انه في ظلم، وفي شعور ان في مجاملات، وفي شعور انك انت واخد لعيبة. انت يا راجل ايها المتيبس، واخد لي متيبس في الفكر، لأنه ايه حكاية انه ما يلعبش الا ال 11 دول والتغييرات هي؟ واحد زي شيكابالا. حاجة من اتنين، شيكابالا لو جاهز ما يقعدش. لا مش جاهز ما سافرش. أصل ده مش محتاج رأيين. صح. شيكابالا ما يقعدهوش إلا محمد صلاح. ما تقارنهوليش بأي قدرة. طالما جاهز. لو جاهز بقول لك يلعب نمبر 1 وتبني عليه فرقة ويشيلها. لأنه ما شاء الله قدرات ما حصلتش لأي لعيب في السنين الطويلة دي كلها بأي حال. ما يلعبش ازاي؟ اذا مش جاهز. ده ما يلعبش ولا دقيقة. ده الناس ما شافتش شيكابالا الا هو بيطبطب على اللعيبة بعد كل هزيمة.
عشان ما بيعملش مشاكل يمكن؟ لا، علشان في مجاملات، عايز تدي الحظ لتين وصاد وعين، فاهمني؟ هو في حد يقول، اي عاقل يقول انت عندك مشاكل ما عندكش الا عبد الله السعيد كصانع العاب، والتلت الهجومي عندك بعض المشاكل وعدم الجاهزيه، لا تاخد وليد سليمان ولا تاخد مؤمن زكريا، وبلاش دول من الاهلي وانت عندك مشكله. اوكي موافقك، هتفهمها. ما تاخدش حسين الشحات، احسن لاعب في الدوري الاماراتي، دوري فيه عموري افضل لاعب في اسيا، وفيه نخبه كبيره جدا من الاجانب المحترفين، ولاعب انبي ده ياخد احسن لاعب، ما تاخدهوش ضمن 23 لاعب، وتاخد لي عماله زايده من اللعيبه، في ناس انا متاكد ان انت مش هتلعبهم، يعني في اسماء كتيره لو دورت لهم على مركز مش هتلاقي له مركز، واخد بالك؟ تلاقي مروان محسن فرود لوحده، ولا تاخد صلاح محسن، ولا تاخد احمد جمعه، ولا تاخد حسين الشحات، ليه؟ وبعد كده ده جهاز انفرد بالسلطه، انا قلت لهم الكلام ده، النادي بيحاسب اي جهاز فني امتى؟ نهايه الموسم، مش كده؟ انت بتجيب لجنه كوره نهايه الموسم بتمسك الجهاز وتحاسبه، يا يكمل يا يمشي. ازاي تجيب لجهاز المنتخب تديله الباب ويعملوا نفسهم شله ويقفلوا على بعضهم ويخدموا على بعض وينفردوا بالسلطه ولا حد يحاسبهم؟ الا بعد 3 سنين. الجهاز شغال بقاله 3 سنين، حد حاسبه؟ حد قال لهم؟ ما هو استاذ ابراهيم اجي اقول لك ايه حاسبه ايه؟ ما كل ما لازم عندك مراحل، اوكي عندك مراحل. عندك مراحل تتقيم فنيا. انت لو كنت انت من الاول بعد كاس الامم الافريقيه قيمت الامر. التارجت بتاع كاس العالم مختلف خلاص. انت رحت كاس العالم. هل الهدف ان انت خلاص وصلت؟ لو انت يبدو ان هو ده خلاص، هو يبدو. هي المشكله هنا بقى، الكل قابلة بحقيقه ان احنا رايحين نحتفل، رايحين نبسط بقى، انت جيت ورايحين نتفسح بقى. جيت لي للمصيبه السوداء. رايحين نحتفل، المنتخب رايح يلعب ماتش روسيا في سان بطرسبرغ، اقام فيها يومين قبل المباراه، انت اتغلبت من الاوروغواي، احتفلت انها هزيمه مخففه، وفجاه بدات الشركات الراعيه المتعاقده مع الاتحاد وشركات السياحه المعنيه تنظم موسم الحج الى روسيا. الاف المصريين حضروا، مفيش مشكله لازم نشجعه، بس انت مش واخد بالك وانت بتكرر فعله حشد الفنانين. انا قلتها والله في الشكل العبارة الزهراء، انت مش واخد ام درمان بالظبط. انت مش واخد بالك وغانا، انت بتكرر اخطائك ببراعه بنفس الاشخاص. خد بالك حاجه، كل دول لا فيفي عبده ولا ليلى علوي ولا كل اللي راحوا دخلوا الفندق للعيبه، عشان بس الامور يمكن ما فيش الا حمائي وشخصيات عامه مصريه نزلت في نفس الفندق. هي مشكلتك كان حاجه، المباراه الاولى في ايكاتنبرج مباراه الاوروجواي، كان حظك الكويس ان الفيفا ادالك فندق صغير فقفلته عليك ومحدش دخل لك، اقامت الليلتين اللي في ايكاتنبرج محدش دخل لك لحد ماتش اوروجواي، الشكل كان معقول. اوكي في سان بطرسبرغ نزلك في فندق كبير، هو مش هو الفنادق متوزعه على القرعه من قبل ما تتعمل، انك انت الفريق الف هيقيم في الفندق الفلاني، مين الفريق الف انت ما تعرفش، لما اتعملت القرعه طلع ده الفندق بتاعك في المباراه ديت، فالفندق كبير بحيث ان انت ما تقدرش تقصره عليك. الاخوه المصريين اللي رايحين من هنا اللي نزلوا في الفندق هدفهم يتصور بسلامته وينزل على انستجرام انه موجود بجنب محمد صلاح، مفيش مسؤوليه. حمائي انت ما تطلبش من اللي سافر يكون مسؤول كويس. انا كلاعب، لانه اتقال لي ايوه ما اتقال لي هو انت ايه المشكله في انه ليلى علوي والهام شاهين والناس تيجي تغني وتفرح ما دام ما قابلوش اللعيبه؟ انت مش واخد بالك لمشكله صناعه، ايوه صناعه اللي معاهم في البيت، صناعه الملاعب اللي قاعد معاه في الاوضه، هو علشان يوصل له الاحساس ان احنا في حفله وفي مهرجان كان، مش لازم يقعد جوه الفرح، مش لازم يقعد جوه الفرح. هو ده دخله في قلب الحدث، ايوه قاعد بيتفرج انه المذيعه الفلانيه خارجه من مطار القاهره
بتورتايه قد الترابيزه دي عليها صوره محمد صلاح وفرحانه وبتتصور. طيب كل الناس حولت المساله ان دي حفله في مهرجان مش مباراه في كاس العالم عايزه كل هذا الانضباط والتركيز. انت كنت في كاس العالم للانديه هس هس محدش بيتكلم محدش يعني في مناخ اللي كان بيخش بكاميرا للتركيز. للفندق انت فاكر لما مهيب عشان يصور لقطه اضطر يطلع فوق شجره في, أيوه. في ملعب هو نفسه الراجل يعني واخد بالك واخد بالك عشان اتمنع سافر ودفع المصاريف دي كلها اتمنع انه يعاتب. طيب. انت سمحت بصناعه المناخ الاحتفالي انت اللي سمحت عشان كده الشركات الراعيه انا في رايي همها كانت ان تبسط عملائها وان تجيب جمهورها وان هم تعاملوا مع الحدث في الهدف اللي انت قلته من الاول هو المين تارجت بتاعك ايه الهدف الرئيسي ايه ان انت بتشارك خلاص رحت كاس العالم والهدف انتهى عند هذا الحد. لو رايح لقدرات تنافسيه عاليه ومنافسات محتاجه تركيز وهدوء وانضباط واحتراف شديد لا انت البعيد ما بتعملش ده خالص انت بتعمل حاجه تانية. انت في مهرجان كان مش في كاس العالم الفنانين اللي يروحوا وفرحانين ان هو بنحب مصر لو بتحب مصر ما تعملش كده بتحب مصر ادعي لها ان ربنا يوفقها بتحب مصر وجهه نظر اللي جالنا دعوات هي دي شركه سياحه عايزه توصل تستفيد باكبر فلوس فتعزم الفنان الفلاني او النجم العلاني يسافر على رحلته فالجمهور تعالى سافر على رحله فيها النجمه فلانه او اللاعب فلان الفلاني او الاعلامي فلان فيسافر معاه. انت كده كل ده شوف يا استاذ ابراهيم عشان المناخ السلبي بص يا بص يا. اللي انت ما قدرتش عمرك ما هتقدر تمنع اللعيبه منه عشان احنا قدامنا حوالي ربع ساعه فانا بس في حته الفنانين قضيه صناعه المناخ الاحتفالي هي المصيبه الكبرى. طيب لكن ما اقدرش الوم الفنان بقدر ما الوم الذي سمح بهذا المناخ. انا ما اقدرش اعفي الفنان لانه ذكرياتهم معانا مع الكوره تخلينا نقول ياخدوا خطوتين لورا شويه. طيب لأن هما بعد كده انا متاكد بعد كده مش هيعملوها. الكوره ليها يعني الكوره ليها ظروفها ليها طقوسها غير تصوير فيلم يعني طبعا وانت زي ما انت قلت يعني حاجه ده كان مهرجان كان يعني لكن خلاص ده حصل في ماتش روسيا كل اللي فات لحد روسيا كوم وما حدث من بعد روسيا الى نهايه مباراه السعوديه كوم تاني ماذا حدث ازاي ما بقى ازاي الهدف ده ما عشهوش. طب يا جماعه هنضرب رقم ان احنا نحقق اول انتصار ونرجع مرفوع الراس وشايفين المغرب وهي بتخسر بتكسب احترام العالم وشايفين السنغال بتعمل ايه وشايفين نيجيريا بتعمل ايه فانت تقل ايه عن الفرق دي علشان تعمل لنفسك لقطه. طيب كويس عصام الحضري من حقه انه يعمل رقمه الحقيقه مش هتتكرر كتير يبقى كونه يخش ويلعب ما فيش اشكاليه بس ما يتحولش الهدف من المباراه فقط ان الحضري يشارك لا كان ينبغي ان يكون الهدف يلا الحضري يشارك ونكسب المباراه نكسب المباراه يا جماعه علشان ده التاريخ بتاعكم بقى هو ده التاريخ. لماذا لم يتحقق هذا الهدف مش انك تكسب انك تسعى للفوز انت لم تسعى الى الفوز ازاي نسبه الاستحواذ تبقى تلتل تلت ازاي شوف مباراه السعوديه قولا واحدا اللعيبه والجهاز اللعيبه وكوبر اللعيبه انا متفاهم ان انت استراتيجيتك دفاعيه بحته وان الدفاع خير وسيله للدفاع بصريح رغم انه هذا الرجل وهو بيختار الاستراتيجيه الدفاعيه كشخصيه هو مش مدرك ان الكره المصريه في هذا الجيل قماشتها مختلفه انت تقريبا قدراتك اللي انت متميز بها الهجوميه على حساب النواحي الدفاعيه احمد فتحي ليس في افضل حالاته عبد الشافي مبطل من سنتين حجازي وعلي جبر الاثنين اقل مستوى من فترات بعيده فاتت قلب نص الملعب اذا كان طارق حامد او النني مش في اعلى فورمه دلوقتي اذا الدفاع المتاخر والدفاع المتقدم عندك فيه مشكله
انت الميزه الحقيقيه اللي عندك، عندك في هذه المرحله مع هذا الجيل قدرات هجوميه نشطه جدا. طب اصل دي ثقافه، عارف زي ما بتكون ومع هذا عايز اتوقف هنا لحظه. احنا طول السنين اللي فاتت دي بنلعب بسيستم ما بيتغيرش، اللعيبه حفظت كده، اللعيبه خدت على كده، اللعيبه الميكانيزم بتاعهم مع المنتخب ما بيأديش الا كده. ازاي هتغير الكلام ده في مباراه؟ اولا اللعيبه دي مع انديتها ما بتلعبش كده، لا النادي الاهلي بلعبته منكمش، ولا محمد صلاح في ليفربول بيلعب لوحده على رايك، ولا تريزيجيه اللي هو هداف فرقته، ولا ورده اللي هداف فرقته، ولا ورده احسن لاعب في فرقته في الدوري اليوناني كله. فانت البعيد ترزي سيء جدا لقماشه كويسه. كوبر لو كان وجد التقييم الكويس الموضوعي بعد الجابون ما كانش كمل. انت عندك قماشه كويسه قوي اديتها لترزي بلدي قوي. طب هو كمل ليه؟ كمل ليه؟ لانه كسل. اولا انت ما انتش عايز تاخد ريسك البحث عن مدرب جديد، نقطه. النقطه الثانيه الراجل مريح، تعرف الراجل ده مشكلته في الذين معه، يعني سيبك من دماغه وقناعاته الدفاعيه، لكن هو كبني ادم حتى ما عندوش النهم المالي زي مدربين. هو كان اخر مرتب له 90,000 دولار بيدفع لي الاستاف اللي معاه كله، الخواجات يعني الطقم كله تكلفته 90,000. لما قعدوا يتفاوضوا معاه وجي المحامي، الراجل قال لهاني، قال له انا عندي فلوس كتيره، انا في الانتر لما مشي باين خد 60 مليون، واخد بالك؟ عنده بيت في كولومبيا وبيت في اسبانيا وبيت في الارجنتين، فمش محتاج حاجه. المحامي لما جه، وطبعا اللي حوالين منه لان هم اللي بياخدوا الجزء الكبير من الكعكه، خلوه يطلب التسعين تبقى 180,000 دولار. فقبل السفر باسبوعين تعثرت المفاوضات، اتحاد الكره قال له ندفع 120 خلصت الضرائب، ده اساسا انه يجدد بعد بعد كده، ده البركه ان ما تعثرك. ايوه. فهو المحامي بتاعه رفض فكره انه يدفع ياخد 120,000 دولار خلصت الضرائب، فاتفق على كلمه شرف نخلص كاس العالم وبعد كده نتكلم. بس الحمد كان لله. بس كان استقر جوه اعضاء الاتحاد يجددوا له، يجددوا له. لما النتائج بعد اول ماتش وتاني ماتش حصل هزيمه، قال لك ممكن الراجل ده نكسب ماتش السعوديه وشوكته تكون اتكسرت شويه فيرضى بال 120. طبعا جات النتيجه بهذا الشكل السلبي، مشوه من قبل ما يتكلموا، خلاص بقى ما يقدروش. الراجل ده في ماتش السعوديه، اولا ما عندكش اي تاهيل نفسي لطبيعه وظروف المباراه، هي دي اخطر نقطه في الموضوع. احنا مش مهيئين نلعب كاس العالم، احنا رايحين. وبعدين انت لعبت خمس، انت عارف انك 8 ماتشات ما كسبتش ماتش، تعادلت الكويت. 8 ماتشات. 8 ماتشات 5، يعني كنت افهم بقى طالما ان انت ناوي تستقر في الاخر على مجموعتك، ابتدي من اول يوم خليك صريح بقى، واستفيد بال5 ماتشات دول انك تعمل فيها فكرك اللي هتطبقه في المونديال. فضيعت البتاع عشان ترد على الناس اللي بتقول لك لاعب فلان وفلان ان دول ما ينفعوش. بيحرق ورق، بيحرق ورق. خد على حساب مصر، دفعتنا فلوس عشان تحرق بيها لعيبه عشان ترجع لقناعاتك. فده نوع من عدم الامانه الفنيه الفظيعه. نمرة 2، خلاص بقى كل الليلة دي خلصت، أنا عندي مباراة واحدة سيقيم عليها منتخب مصر. اللي فات هنقول ده خسرت 3 من صاحب الأرض وكنت مظلوم. والماتش أورجواي اتعادلت وما كنتش أستحق، كان ممكن أكسب أو خسرت، كان ممكن أتعادل أو أكسب. لكن ماتش السعودية أنا ما شفتش أي بادرة تنبئ على إن الناس دي عايزة تلعب الماتش ده وتكسبه. لاعبون فاقدوا الرغبة ومدرب فاقد التصرف. طب واللاعبة فقدت الرغبة ليه بقى؟ بص هقول لك على حاجة. التأهيل النفسي مهم انه يخرجك من وعكة لحالة تانية. ازاي احنا اصلا ما كانش عندنا تفكير انه يبقى فيه معد نفسي مع الفريق؟ ازاي استهلنا بدور الإعداد النفسي في كأس العالم؟ ما تفهمش. من ساعة ما نكسب التأهل
لازم الناس تعيش الاجواء ازاي المسؤوليه تهيأني الكلمه دي. المسؤوليه هيقول لك اصل المحترفين مش تحت ايدي المحترفين مش تحت ايده ده يعني ادعى ان يبقى في معد نفسي لان انت مش عارفهم مش عارف المزاج بتاعه جاي ازاي. يعني محمد صلاح هقف لك معاه شويه. محمد صلاح سافر من هنا مصاب الخواجه على طريقه محمود عبد العزيز في الكتكات هتستعمل يا هرب. حب يستخدم الصحفيين في توجيه رساله للراجل بتاع الاوروجواي انه صلاح هيلعب. فبعد تمرينه كنت انا ومحمود صبري وايمن بدر واقفين ومعانا زميل من الاسوشيتد بريس فجاء عايز اقف يتكلم اوكي. فجاء كوبر رسالته الواضحه صلاح فت وهيلعب. احنا شايفين انه صلاح معاه واحد معد بدني من ليفربول ومعاه الدكتور طبيب المنتخب محمد ابو العلا ودكتور نابه الحقيقه بيجري يا دوب جري خفيف ما دخلش كوره والراجل مصمم انه فتو هيلعب. وبعد كده عرفنا انه بيحاول يموه على الراجل التاني. انت حطيت صلاح تحت ضغوط رهيبه جدا ان كله بيقول لك هيلعب وفجاه الراجل ما يلعبش. وحتى لما قعد على الدكه وقعد يفك شنكار قال لك كان عايز يجهز وطلب المشاركه في الدقيقه كذا. سالتهم قالوا لي خالص ولا صلاح طلع بره الحسابات بره الحسابات وهو عارف انه مش هيلعب. بس ليه قاعد على الدكه؟ لانه نظام البطوله بقيه ال 23 كلهم بيقعدوا على البنش. فانت دخلت بالراجل مباراه روسيا بكل الامال والاحلام. اولا انت ظلمه وقتله تكتيكيا، انت رميه في خط لوحده عزلته وعزله عن بقيه الناس. لا انت بتلعبه وحظه انه عبد الله السعيد المشغل والممول المباشر ليه في أسوأ حالاته. انا كنت متوقع كده اللي حصل مع عبد الله السعيد. طبعا ومنه ده كان يحتاج معد نفسي. طبعا يعني عندك صانع اللعب بهذه الاهميه وهذا التاثير. لا وانت كمان عمال برضو زي صلاح مفيش بديل لا شغلت نفسك تغير الطريقه ولا شغلت نفسك تجهز البديل. واحد من اللعيبه قال لي جمله، قال لك ما احنا بقينا بنلعب تنس مفيش الا لاعب واحد. ده يبين لك هم بيحبوا صلاح. لكن مش كده صح؟ لكن ما تلغنيش. اي يعني انا بحب صلاح وفرحان له وكانوا بيسقفوا لما الرئيس الشيشاني قعدوا جنبه فوق على المنصه وكان مهتم بيه اكتر من اهتمامه بهنا بوريده. طب هو جاي عشان اللعيبه كان بتسقف فاهمني فرحانه لزميلهم. حتى هو الراجل لاحظ فقال لهم احنا بنقدركم كلكم بس ربنا ادى محمد صلاح فرصه انه يكون اشهر واحد في العالم دلوقتي فاحنا فخورين بيه وشبابنا مقتدي بيه. واخد بالك؟ اذا انت كل هذا الاهتمام بمحمد صلاح اللعب الفني بقى انت عبد الله سعيد مش في حالته، مروان محسن مش في حالته، فما عندكش فيرود بديل، فتقعد كل مركز تخلق له تبديل وتوافيه. الورقه السايله عمرو ورده وانشط واحد واكثرهم حماسه واكثرهم حزنا على اللي حصل. عمرو ورده واصغرهم مش عايز يلعب صلاح فيروح ملاعبه مكان صلاح ويقعد. يخرج مروان يروح ملاعبه فيرود. عايز عنده مشكله في عبد الله السعيد فينقل عمرو ورده او يجيب رمضان صبحي. يا راجل حد بقى عنده رمضان وعمرو ورده وشيكابالا واوراق لا تستخدم بقوه؟ ما انا بقول لك شيكابالا ده يا يقعد في البلد يا يسافر يلعب اساسي. غير كده يبقى فيه مجامله وكلام فارغ. انت محمد صلاح دخلت بيه مباراه السعوديه حجم ضغوط رهيب. كانت انفجرت بقى موضوع قضية الشيشان والكلام اللي شوف انت من الاول عمال تصدر لصلاح مشاكل من الاعلام هنا من هنا. ما انا بقول لك الراجل من هنا رايح بغتاله وبعد الزملاء الصحفيين القعدة البعيدة. الزملاء كلهم كانوا قاعدين في سان بطرسبرغ بلد جميلة بينهم وبين جروزني اكتر من 2000 كيلو وي خد بالك يعني كان تقريبا في مصر. كنت انا ومحمود صبري وايمن بدره فقط اللي موجودين في جروزني مع المنتخب. كل شويه تطلع من القاهره قصص مع
ملهاش علاقة باللي بيحصل. باللي بيحصل الجهاز بتاع المنتخب يتعامل برد فعل. شوية صلاح غضب وعايز يمشي من المعسكر بعد المباراة الأولانية وده مش صحيح. شوية صلاح اتخانق مع إيهاب لهيطة وقال له المعسكر بايظ و و و و وده مش صحيح. مش صحيح. شوية هيعتزل اللعب الدولي. هيعتزل اللعب الدولي لأنه متوظف سياسيا. الأمانة أنه صلاح كان أكثر حرصا على حضور لقاء الرئيس الشيشاني. أنا في الفندق رحت لهم أنا وأيمن ومحمود صبري واقفين مع أسامة إسماعيل والدكتور كرم كردي. أول لاعب نزل يستنى الأتوبيس اللي رايح القصر. بس هو بالنسبة له مالوش دعوه من الناحية السياسية. هو هيتكرم تكريم غير مسبوق. هو القصة إيه؟ القصة أنه الهيومن رايتس ووتش عندها موقف ضد الشيشان وحقوق الإنسان وكأنه مثلا الإنسان الفلسطيني ده مش إنسان واللي بيحصل له ده مالوش أي لازمة. فاستخدموا دي. ثم بريطانيا ضد روسيا وضد المونديال وحرضت ضد بوتين وحرضت جمهورها انه ما يروحش كاس العالم ولو كان بايدها هتنقله اصلا. فانت هتلاحظ ان التايمز والجارديان هم اللي اهتموا بتقارير هيومن رايتس واتش في التحميل على صلاح واللي هي انت نفيتها جمله وتفصيلا دلوقتي خالص على مسؤوليتك على انا شفته بعينيا. واخد بالك صلاح في لقاء الرئيس الشيشاني كان سعيد جدا. لا ابن الرئيس الشيشاني يمثل الاسلام الوسطي وخطابه وتوجهه واشاد بقول لك ده بموقف مصر في موقفها في مكافحه الارهاب. لا يمكن ده يكون راجل بيرعى ارهاب وبيقول كده. خد بالك قال ده في وجود ممثل عن السفاره المصريه ماشي. يعني واخد بالك في اللقاء ده ال 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 مباراه السعوديه انت اتعاملت معاها ازاي؟ لفنيا انت اشتغلت بالشكل الهجومي. انت بتدافع قدام فريق مش بتدافع ده بتشتت. بالظبط. ما انت ممكن تدافع انك بتتناقل الكوره. ما الاهلي كان بيدافع كتير وهو نفسه كوبر كان بيدافع كتير يتناقل الكوره ويعمل هجمه مرتد. لكن انت بتشتت وربنا رزقك بكوره يعني ملعوبه عشوائيه. يعني الموقف ان عبد الله يعملها وتقدمت 1-0 لم تستغل الموقف انك تقتل الملعب. لا افهم انه لعيبه اساسيين عندك زي علي جبر وطارق حامد يتردد أيوة. قبل المباراه يا اخي خش قبل المباراه بيوم هل كان ليها تاثير؟ طبعا وصلت لهم طبعا والمنتخب كله كان عارف لهم إيه؟ ان هم هيروحوا وصلت لهم. هو في واحد استنى هو في واحد بيوافق على الانتقال من غير ما يسال؟ يعني كان في اتصالات بيه وكمان في المعسكر. طب ده كلام. انت ما بتبيعش جهاز انت بتبيع لاعب انت ما بتبيعش آلة. يعني دلوقتي بتبيع لاعب. المفاوضات كانت تجري الاتصالات كانت مستمرة الخطوط كانت مفتوحة. طب ودول هيلعبوا الماتش ودول هيلعبوا مباراة. واخد بالك انت لما صباحة يوم المباراة عبد الله السعيد يقرأ في المواقع الرسمية ان في بلاغ للنائب العام ضده صبيحة يوم المباراة ده مش ضغط. ده اللي عايز ده مش ضغط. هو ده المناخ اللي انا مستغربه. ده مش ضغط وكل ده واصل هنا. طبعا كل ده واصل. بص الفريق السعودي يعني كان قلقان جدا من مباراه مصر. طبعا لازم يقلق ومرصود له مكافئات غير طبيعيه للفوز على منتخب مصر. هو فوجئ بموقفنا في الملعب. انت بالنسبه له المباراه انتوا الاثنين خسروا روسيا والاوروجواي فبقت مباراة. أنا حتى قلت ده كأس العالم العربي. دي مباراة السعودية أفضل وأكثر الدول العربية مشاركة في كأس العالم الوحيدة اللي عندها 4 مشاركات على التوالي. ما حصلش لأي دولة إنك تروح كأس العالم. لا تقطعت غابت فترة بس أنت خدت 4 مشاركات ورا بعض. خد بالك بدايتها من أمريكا 94 لوس أنجلوس. فانت عندك 4 مشاركات على التوالي يعني انت دولة مونديالية في كرة القدم بجد. مصر الأقدم انت من سنة 34 انت بينك وبين السعودية على خط كاس العالم 60 سنة كاملة. هو راح 94 انت رحت 34. فانت عندك عراقة كبيرة جدا وهو عنده حاضر رائع جدا. من الطبيعي انه الاثنين يعملوا مواجهة قوية.
كيف سمح بان في مفاوضات تتم مع لعيبه موجوده في الفندق؟ هو ايه المشكله ان ما يرجعوا يتم الكلام ده كله؟ وازاي ده اصلا يكون موجود؟ يعني مين الوسيله الناقله لهذه المفاوضات؟ موبايلات مفتوحه. موبايلات مفتوحه. طب وازاي الموبايلات ما بتتسحبش؟ تتسحبش ده بيصور. انت ما وصلتش لسه لمرحله سحب الموبايلات وهي من كابتن الجوهري ينزع فيها شي التليفونات ويشيل الاجهزه. لا ده انت وحدات بس ده كان بيفوت على الاوض يشيل التليفونات. ايوه الارضيه. انت وحدات بس مباشر. انت بتتكلم ازاي؟ طب وايه حكايه اسر اللاعبين؟ كانوا بيروحوا لهم الفندق؟ بص في سان بطرسبرج فقط سمح بساعتين لاسر اللاعبين يزوروهم. ده من ايهاب لهيطه. دخلوا للاعيبه وتصوروا وقعدوا معاهم اسره. طبعا لم يقتصر الامر على الاسره لانه ابنه جايب اصحابه وابنه جايب قرايبه وشركه السياحه جايبه فلان. كان ساعتين انا ما عنديش مشكله حتى الساعتين. لا هو فكره بص يا استاذ ابراهيم تاني نرجع نقول ده بس انا اسرتي موجوده مش هفضل طول النهار على حوار معاهم. يا بيه كله كان بيتصور يا على راي علاء نبيل يقول لك يعني سامعه انا يقول لك طب ما هو التليفون مش هيقول لها مراته نزلت اشتريتي ايه والولاد راحوا فين واتغديتوا ولا لا بص يعني لا يمكن ده يكون. هي الفكره فين؟ انت كان لازم أن يكون عندك صيغه للاهتمام بالحدث اعلى انك تتقفل اكتر من كده. من كده لازم تشعر اللعيبه ان انتوا في كاس العالم. دي قله خبره ولا قله اهتمام؟ قله حياه. طيب انت بتقفل لي الحلقه حياة. انت بتقفل لي الحلقه لانه لو كان في حياء بجد ما كناش مصر تهون على الناس بالشكل ده. مصر هانت قوي في هذا المونديال لدرجه ان احنا بنقول يعني هو احنا يعني يا ريتنا ما رحنا. لا المشاركه في حد ذاتها انت النهارده بنا ما خسرت اهي من تونس بقت هي ال 32 وانت ال 31 يعني برضو ايه ما انتش الاخير قوي. تونس كانت مغلوبه جون كسبت كام؟ 2-1 2-1 طيب يبقى يعني تونس حققت انتصار والسعوديه حققت انتصار والنيجيريا حققت انتصار والسنغال حققت انتصار وانت والله ما قصرت. واحسن فريق ادى لم يحقق اي انتصار واسوأ فريق ادى لم يحقق انتصار المغرب ومصر. ترتيبك 31 وبنما 32 وكل مونديال وانت طيب. الكابوس الذي لم نتوقعه والسيناريو الأسوأ وقد تحقق لكن كل هذه الأحداث لازم تؤدي إلى هذه النتائج. صحيح. يصبح الأمر كالآتي هنشوف جديد ولا هنكرر نفس المشوار؟ شوف جهاز فني جديد مدرب أجنبي. لا سيبك من الأجهزة الاستراتيجيات والنبي إبراهيم أجهزة دي أسهل حاجة أسهل حاجة أسهل حاجة والبلد ما بتبخلش. الاستراتيجية التصور النظام هيبقى عندنا كده مانيوال للتعامل مع الأحداث الدولية. طب الدوري المصري الله هو أنت لما تيجي تقول لي 30 لا 25 لا 30 لا 25 لا مش عارف إيه لا في ظل الموسم ده دون خمس دقايق إحنا دلوقتي عندنا كارثة تانية. أنت ما كنتش هنا حاج عامر حسين بيقول لك يجب ان تضحي يا اما ببطوله افريقيه يا اما بالدوري لان البطوله الافريقيه هتتواصل على طول مفيش راحه فمش وهيبقى الاجنده مزدحمه جدا. تقوم انت تيجي في الموسم ده تقلل القائمه العدد من 30 ل 25 بدل ما تخليه 35 عشان يبقى عندك حلول. بس خلاص تم القيد يعني. لا مش بس خلاص لا احنا لسه فيها نغير. هي الفكره كلها انت بتعمل كده ليه؟ انت جربت ال 30 وجربت ال 35 وجربت ال 25 ليه ليه مش ممشيني في الدايره دي؟ وفين حقوق الانديه اللي عماله تصرف؟ انت ليه محطه الانديه في هذا الموقف المالي العجيب انها تشتري عشان توزع على الانديه وترجع تقول لي هيجي لك رد منطقي منهم سمعته؟ الكابتن حسام البدر وهو مدرب للنادي الاهلي طالب يعني 25 ولا 30 كابتن حسام. الكابتن حسام النهارده ماشي قال ده هو في الاهلي يا سيدي وماله؟ يمكن هو كان في دماغه ما يبقاش في الاهلي مش عرفك انا ما اخدش من بوقه. هو في النهايه انا 25 لا طب وهو كابتن حسام البدري لما قال هذا التعليق كان عارف
ان الدوري وان عامر حسين بيقول له يا تلعب افريقيا. لو كابتن حسام النهارده في النادي الاهلي واتقال له يا تلعب افريقيا يا تلعب الدوري هيقول له يخليهم لي 35؟ ما هيقول له كده عشان هلعب بمجموعتين. هو انت اشرت الحاجه صح، ايا كان العدد لكن الاستراتيجيه تكون ثابته ويكون عندي خطه كامله. الله، اقعد كل سنه اغير في ليه؟ ايه الهدف؟ جربنا. يا ريتك مثلا انت بتروح على تجارب جديده، ده هي ما فيش تجارب جديده. صحيح، ده احنا ماشيين في الدايلما دي، مما يدل على ان الموضوع في الاخر كلها حقوق تجاريه. صدق بالظبط. كل من دلو انت طيب، الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. انا ما رضيتش اتكلم عن يولوك. دمتم للاهلي دائما ودام لكم الاهلي باذن الله تعالى بطلا شامخا، وعلى خير نلتقي مساء الاثنين القادم ان شاء الله. تصبحوا على خير.